السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس السابع والأخير تفاضل لطلاب الصف الثانوي علمي فقط، درس الاتصال ودرس بحث الوجود نهاية الدلم جزئية المجال، قلنا على طلبة علمي فقط. شرحنا الدرس الحمد لله شرح وافي وكافي الحمد لله. حلينا تمارين الإفطار بالكامل، كانوا تقريبا 38 سؤال. هنبتدي دلوقتي في حل الأسئلة المقالية بالكامل بأمر الله، عشان كده يبقى احنا انتهينا من الرياضة البحتة. بنزول الفيديو ده يبقى فرع الرياضة البحتة اكتمل بالكامل، سواء شرح أو حل ليك بأمر الله. يبقى فاضل لنا درس وحيد في الهندسة الفراغية وهو درس الدايرة. لو انت اول مره شفتني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو طبعا عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي كالعاده. لو محتاج ملازم الشرح او ملازم المراجعه النهائيه، الاثنين متوفرين، هتبعت رساله واتس على الرقم اللي موجود في وصف الفيديو، ابعت له رساله هيقول لك كل تفاصيل الملازم وابعت لك عينه منها بامر الله. بسم الله. السؤال الاول يا باشمهندس بيقول لي ابحث اتصال كل من الدوال المعرفه بالقواعد الاتيه. والله يا باشمهندس للوهله الاولى انت هتقول لي الداله دي عباره عن داله كثيره الحدود، يعني هي متصله على مجالها ومجالها هو ح، يبقى هي متصله عند ح، يعني ح يعني متصله عند اي نقطه، فاكيد ان هي متصله عند السالب واحد. بس انت يا باشمهندس هتزود لي خطوه بسيطه، بس هتبدا تجيب لي داله السالب واحد، وداله السالب واحد دي هي عباره عن نهايه لما س تقترب من السالب واحد، هيبقى بالنسبه لي اللي هي س تربيع زائد س ناقص الثلاثه هيساوي سالب واحد تربيع بواحد، حط السين بسالب واحد ناقص التلاته، دول هيطيروا، يبقى اذا ان هي بتساوي سالب تلاته طالما هي ليها قيمه. وخلي بالك ان داله السالب واحد بتساوي النهايه، يعني كانها بتساوي داله سالب واحد يمين بتساوي داله سالب واحد يسار، يبقى اذا هي متصل، بس بتزود الخطوه دي زي دي كده برضو. دي داله مالها؟ كثيره الحدود يا باشمهندس، يعني متصله في ح، يعني متصله عند اي نقطه، فانا متاكد ان هي متصله عند التسعه، ولكن هزود خطوه اقول له داله التسعه بتساوي برضه نهاية لما س تقترب من التسعة، هيبقى الجذر التكعيبي، هشيل السين واحط تسعة، يعني تسعة ناقص واحد، يبقى الجذر التكعيبي لتمانية، والجذر التكعيبي لتمانية اللي هو كام يا باشمهندس؟ اللي هو اتنين، يبقى برضه إن هي متصلة عند س بتساوي تسعة. رقم تلاتة بيقول لك الدالة دي يا باشمهندس ابحث الاتصال عند س وواحد، لا دي دالة كسرية، فأنا عارف إن اتصالها ح ما عدا أصفار المقام. أصفار المقام لما أقول س ناقص 2 بيساوي صفر فده هتروح، يعني الس ب 2، يعني هي متصلة في ح ما عدا الاتنين، يعني كل الأعداد ما عدا 2، يبقى هي أكيد متصلة عند الواحد وليست متصلة عند الاتنين. بس يا باشمهندس برضه قلنا هنزود خطوة، هبدأ أجيب دالة الواحد وأقول له دي بتساوي نهاية لما س تقترب من الواحد، هيبقى 1 تربيع بواحد ناقص 4 على 1 ناقص 2، 1 ناقص 4 سالب 3، وهنا 1 ناقص 2 سالب 1، يعني يبقى دي سالب 3 على سالب واحد اللي هي كام؟ اللي هي موجب تلاتة. هتبدأ تجيب لي دالة الاتنين هتساوي، ركز كده معايا، يبقى اتنين تربيع بأربعة ناقص أربعة على اتنين ناقص اتنين، طبعا ده تطلع صفر على صفر، كمية غير معينة، يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني دالة الاتنين غير معرفة. طب ما احنا قلنا لو الدالة غير معرفة يبقى الاتصال مش موجود، يبقى هي ليست متصلة عند س بيساوي اتنين، ولكن هي متصلة عند س بيساوي واحد، خلاص؟ النوع ده من التمارين بس كده للفهم، لازم تبقى فاهمه، مش بيجي كتير، اللي بيجي زي ما وضحت لك اللي هو الداله مجزأة المجال. هنا يا باشمهندس برضه كده هتبص بصه هتقول لي يا باشمهندس الداله دي عباره عن داله كثيره الحدود، دايما هتطلعها لعدد، يبقى هي متصله في ح، يعني متصله عند السين بيساوي 3، بس زي ما احنا وضحنا هنزود خطوه داله الثلاثه اللي هتساوي نهايه لما س تقترب من الثلاثه، يعني ده هتساوي 5 ناقص القيمه المطلقه، هيبقى 3 ناقص 3. 3 ناقص 3 صفر، يعني الإجابة 5، يبقى إذا الدالة متصلة عند س بيساوي كام؟ عند س بيساوي 3. رقم 5 برضه يا باشمهندس دي دالة كثيرة الحدود، إيه اللي يمنع؟ هي متصلة في ح، يبقى هي متصلة عند الأربعة ومتصلة عند الاتنين، بس هنزود خطوة هنقول دالة الأربعة بتساوي نهاية لما س تقترب من الأربعة، عوض عن السين بأربعة، يبقى القيمة المطلقة الأربعة ناقص أربعة زائد القيمة المطلقة الأربعة زائد 2. 4 ناقص 4 0، 4 زائد 2 6، القيمة المطلقة ليها اللي هي كام؟ اللي هي 6. برضه يا باشمهندس هنبدأ نجيب دالة السالب 2 اللي هي بتساوي نهاية لما س تقترب من السالب 2، حط هنا يبقى القيمة المطلقة سالب 2 سالب 4 زائد القيمة المطلقة سالب 2 زائد ال 2 دي بصفر، ودول بسالب 6 بس هيطلعوا من القيمة المطلقة ب 6 في ناتج، يبقى إذا هي متصلة عند الأربعة أو عند السالب 2، ووضحت لك إن هي دالة أصلاً كانت كثيرة الحدود. من هنا بقى الجزء المهم هو ده اللي بيجي في الامتحان. هنا بيقول لي ابحث الاتصال عند س
بيساوي نص. طيب هبدأ أجيب دالة النص يمين، وخلي بالك اللي يساوي عندي، لا عندي اللي يساوي عند التانية. خلاص دالة النص اليمين يعني سين أكبر من النص، يعني 5 ناقص 2 سين، يعني 2 في نص. دي هتروح مع دي يبقى 5 ناقص 1 4. وأبدأ أجيب دالة النص شمال اللي هي برضو بتساوي دالة النص. ليه يا باشمهندس؟ لأن علامة اليساوي عند الأقل من. حلو جدا، يعني هتساوي 4 في سين تربيع اللي هي نص تربيع، يعني 4 زائد 3 دي هتطير، يعني بتساوي 3. تمام يا باشمهندس. طيب خلي بالك بقى من حاجة، لا ثواني، ده 1 كده زائد 3 4. أي يا عم الحاج، ده هيطير، يبقى 1 زائد 3 4. يبقى إذا دالة النص يمين بتساوي دالة النص يسار بتساوي دالة النص، التلاتة متساويين، يبقى إذا الدالة متصلة عند س بتساوي كام؟ عند س بتساوي نص. تمام؟ دي كده يا باشمهندس من البصة الأولى هقول لك مش متصلة عند س بيساوي 1. بجد والله؟ أيوه يا باشمهندس. ليه؟ لأن قلت لك أنت هتبص على الشرط ده، هنا 1 وهنا 1، فأنت عندك هنا يا باشمهندس مفيش علامة اليساوي ولا هنا ولا هنا، يبقى هي متصلة غير متصلة عند الواحد. والسبب هتقول لي يا باشمهندس إن دالة الواحد غير معرفة، يبقى إذا الدالة ليست متصلة عند س بيساوي 1. بس كده، هو ده اللي انت هتعمله له في المسألة. يبقى خلصنا من دي ان هي ليست متصلة. طب عند س بيساوي سالب 1، هي سالب 1 موجود في أنهي فترة؟ هل الأكبر من الواحد سالب 1؟ لا. يبقى إذا السالب 1 موجود هنا، فتقول له إن دالة السالب 1 هتساوي نهاية لما س تقترب من السالب 1، اللي هي عبارة عن 2 س، اللي هي 2 في سالب 1 بسالب 2، ده موجودة، يبقى إذا الدالة متصلة عند س بيساوي سالب 1. يعني كأن دي دالة مجزأة المجال، ودي دالة كثيرة الحدود. س أقل من الواحد يعني مجالها من السالب ما لا نهاية لحد الواحد مفتوح، يبقى هي متصلة في أي نقطة في مجالها. طب ما هو السالب 1 ده يا باشمهندس موجود هنا، يبقى هي اتصال موجود عند س بيساوي كام؟ سالب 1. وهتزود لي الخطوة اللي أنا بقول لك عليها دايماً إن أنت تعملها. 8 بيقول لي ابحث الاتصال عند س بيساوي سالب 2 وعند س بيساوي سالب 1. طيب بص، هنا سالب 2 مفيش فيها يساوي، في هنا يساوي، يبقى ممكن أشتغل عليه. هنا السالب 1 مفيهاش يساوي، هنا السالب 1 فيها يساوي، يبقى ممكن أشتغل عليه. تمام؟ فأول حاجة هجيب دالة السالب 2 يسار. سالب 2 يسار يعني س أقل من السالب 2 يعني هنا، فيبقى سالب 2 زائد 4 تطلع موجب 2. هجيب دالة السالب 2 يمين، وبالمرة علامة اليساوي هنا، يبقى هي بتساوي دالة الاتنين، هتساوي طبعا س أكبر من أو يساوي سالب 2، يعني دالة السالب 2 يمين. طبعا هي ثابتة بكام؟ بواحد. طب خلي بالك بقى إن طلع إن دالة السالب 2 يمين لا تساوي دالة السالب 2 يسار. طالما النهاية غير موجودة، يبقى إذا الدالة ليست متصلة عند س بيساوي سالب 2. طب هات لي بقى دالة السالب 1 يسار. سالب 1 يسار يعني س أقل من السالب 1، يعني هنا، يعني موجودة بكام؟ بواحد. طب هات لي دالة السالب 1 يمين اللي هي بالصدفة بتساوي دالة الواحد. ليه؟ لأن علامة اليساوي هنا. يبقى تساوي 2 في سالب 1 بسالب 2 زائد 3، يعني بتساوي 1. دالة السالب 1 يمين بتساوي اليسار بتساوي الدالة، يبقى إذا قيمتهم كلهم بواحد، يبقى إذا الدالة متصلة. يبقى هي عند السالب 1 في اتصال، عند السالب 2 مالها؟ مفيش اتصال يا باشمهندس. خلاص، هي دي كل شغل الدرس بطريقة سهلة وبسيطة خالص. ها، هنا برضو بيقول لي ابحث عند س بيساوي 1، أجيب له دالة الواحد يمين اللي هي بتساوي دالة الواحد. ليه؟ لأن العلامة اللي يساوي هنا أهي عند الأكبر من، يبقى دي هتساوي س تربيع زائد 3، 1 تربيع ب1 زائد 3 اللي هي 4. طب هات لي دالة الواحد يسار اللي هيساوي نهاية لما س تقترب من الواحد شمال. ده ينفع يتحلل؟ اه، على المقام اللي هو س ناقص الواحد. س تربيع س وس الأخير سالب، واحدة موجب واحدة سالب، عددين ضربهم 3 الفرق ما بينهم 2، 3 في 1، يبقى هنا 3 وهنا 1. دي هتطير ودي هتطير، يعني طلعت س زائد 3. عوّر عن س ب1 يبقى 1 زائد 3 4. طلعت دالة الواحد يمين بتساوي دالة الواحد يسار اللي هي النهاية، يعني بتساوي دالة الواحد، كلهم بأربعات، يبقى إذا الدالة بتاعتي يا باشمهندس مالها؟ متصلة عند س بيساوي 1. خلصت اللي بعد. ها، دالة السين طبعا لقيت مقياس وعلامة اللي هي يساوي، فأنا هعرف المقياس. صفر المقياس يعني اللي جواه بيساوي صفر، يبقى س بيساوي صفر. هعرفه مرة لما السين أكبر من الصفر، ومرة سين أقل من الصفر، وآخر حاجة لما سين بتساوي صفر. لما سين بتساوي صفر دي باتنين، لو سين أكبر من الصفر أنا هاخد اللي جوه المقياس بالموجب، يعني هاخده سين، فسين في سين بسين تربيع. لما سين أقل من الصفر هاخد اللي جوه المقياس بسالب، فيبقى سالب سين في سين، يبقى سالب سين تربيع. يبقى هي دي الدالة اللي أنا أبحث عليها. لو جبت دالة الصفر يمين،
يعني سين اكبر من الصفر هيبقى صفر تربيع بصفر. هتجيب لي دالة الصفر شمال هيبقى بالنسبة لي سالب سين تربيع يبقى سالب صفر اللي هو صفر. هتجيب لي بقى دالة الصفر هتطلع باتنين، هي النهاية موجودة ولكن لا تساوي قيمة الدالة، يبقى إذا الدالة دي ليست متصلة عند سين بيساوي صفر يا باشمهندس. والسبب بسيط جدا، إن دالة الصفر بتساوي كام؟ بتساوي اتنين. ويبقى أنا كده خلصت مسألتي. 11 عندي برضه يا باشمهندس إيه؟ مقياس. يا عم الحاج إيه المشكلة؟ ينور. أهم حاجة أول خطوة تقوم جايب لي صفر المقياس، فتقول لي اللي هو داخل المقياس س ناقص 3 بيساوي صفر، وأدي الناحية التانية يبقى إذا الس بيساوي 3، وتقوم عامل لي كده وتقول لي مرة لما س أكبر من التلاتة ومرة س أقل من التلاتة، ولما الس بتساوي 3 زي ما هو قايل. والله س بتساوي 3 دي باتنين، تمام. بص يا باشمهندس، س أكبر من التلاتة يبقى هتاخد اللي جوه المقياس بالموجب، يعني س ناقص التلاتة على المقام اللي هو س ناقص 3. طب س اقل من التلاتة سالب اللي جوه المقياس، فبتعمل سالب بره كده وبتكتب اللي جوه المقياس وبرضه على س ناقص التلاتة، فدي هتساوي، ركز معايا، س ناقص 3 على س ناقص 3 بواحد، يبقى واحد لما س اكبر من التلاتة. دي هتروح مع دي فيفضل لك سالب واحد لما س اقل من التلاتة، وهنا اتنين لما س بتساوي 3. طبعا هي بايظه ليه؟ لان دالة التلاتة يمين اللي هي س اكبر من التلاتة بواحد، ودالة التلاتة يسار اللي هي س اقل من التلاتة بسالب واحد، ودالة التلاتة أصلا باتنين، ولا واحدة منهم بتساوي التانية، يبقى إذا الدالة دي مالها؟ غير متصلة، تمام؟ يبقى دي بالنسبة لي غير متصلة، وأعتقد دي على ما أتذكر برضو طلعناها إيه؟ غير متصل. وصلت يا باشمهندس؟ هو ده شغل المسألة بتاعتي، تمام؟ رقم 12 برضو عند مقياس. يا عم الحاج والله ينور ينور، أنت عندك دلوقتي، بس خلي بالك كان المرة اللي فاتت كان زي دي كده بيقول لي لا يساوي، فكنت بعيد تعريف، لا هنا حدد لي. خلي بالك بقى انا هعمل ايه، انت بتقول لي س اقل من 2، هو صفر المقياس ايه؟ س ناقص 2 بتساوي صفر، فده هتروح يعني الس بتساوي 2. طالما انت شغال س اقل من الاثنين يبقى انا هاخد اللي جوه المقياس بالسالب، يعني الداله هتبقى عامله كده س، واما اغير اشارات اللي جوه فهيبقى سالب س موجب 2. خدت اللي جوه المقياس بالسالب، وهنا سالب س موجب 2، ايه الكلام ده؟ على برضه هاخد اللي جوه المقياس ده بالسالب يبقى سالب س موجب 2، وعندك هنا 3 يا باشمهندس، تمام؟ تمام. طبعا دي لما س اقل من الاثنين، وطبعا دي لما س اكبر من او يساوي الاثنين. هنبسط دي يا باشمهندس شويه، اهو س في سالب س بسالب س تربيع، وس في 2 ب 2 س، يبقى دي سالب س تربيع اهي، و2 س ناقص الس يا باشمهندس يعني موجب س، وموجب 2 ادي موجب 2، ايه الكلام ده؟ على سالب س زائد الاثنين، وهنا 3 لما س اكبر من او يساوي الاثنين س اقل من الاثنين. لو انا ضربت البسط في سالب والمقام في سالب هيبقى البسط س تربيع سالب س موجب 2، ويبقى المقام س ناقص الاثنين، ضربت فوق في سالب وتحت في سالب، كأني خدت سالب عامل مشترك اهو وشلته. ليه؟ هنشوف، دي هتلاقيها بتتحلل، فيبقى هنا س وس الاخير موجب، الاشارتين شبه اللي في النص، سالب، لا دي مش هتتحلل اعتقد، لا ثواني، دي س تربيع سالب س ناقص 2، ايوه كده دي سالب، يبقى تتحلل واحده موجب واحده سالب، وهنا يبقى سالب 2، وهنا ايه؟ موجب 1، الكلام ده على س ناقص ال 2، ده هتروح مع دي يبقى س زائد 1، يبقى اصبحت المساله س زائد 1 لما الس اقل من ال 2، 3 لما الس اكبر من او يساوي ال 2. كل ده انا لسه ما عملتش ايه؟ ما جبتش الداله. طيب هات لي بقى داله ال 2 يمين، يعني س اكبر من ال 2 طلعت ب 3، وهات لي دالة الاتنين يسار، الاتنين يسار اللي هي س أقل من اتنين هيبقى اتنين زائد واحد برضه بتلاتة، وخلي بالك إن اللي يساوي هنا يعني دالة الاتنين برضه بكام؟ بتلاتة، ما هو اللي يساوي عند الموجب اللي هو دالة اتنين يمين، التلاتة شبه بعض، أيوة يا باشمهندس، يبقى إذا الدالة دي متصلة، يبقى دي يا باشا متصلة عند س بيساوي اتنين، مسألة جميلة أوي. ها 13 س لا يساوي اتنين، قلنا دي معناها النهاية، يبقى أنا أول حاجة هجيب نهاية لما س تقترب من الاتنين. س أس 7 ال 128 2 أس 7، وأدي س أس 4 وال 16 2 أس 4، دي النظرية 4 أس البسط على أس المقام 7 على 4، فمتى أقول إليه النهاية؟ اللي هو 2، 7 ناقص 4 اللي هو 3، 2 أس 3 ب 8 على 4 فال 4 فال 2، يبقى 2 في 7 بكام؟ ب 14، يبقى أنا كده جبت دي كده النهاية اللي هي دالة الاتنين يمين بتساوي دالة الاتنين يسار. هات لي بقى دالة الاتنين، دالة الاتنين يعني عند س بيساوي 2، هتبقى 3 س تربيع زائد ال 2، 2 2 2 تربيع ب 4 في 3 ب 12 زائد 2 بيساوي 14، طلعت النهايه بتساوي قيمه الداله، يبقى اذا الداله دي مالها؟ متصله عند س بيساوي 2.
14، ابحث الاتصال عند سين بيساوي صفر. حاضر يا باشمهندس، ابدا اجيب ايه؟ دالة الصفر يمين اللي هو سين اكبر من الصفر، نهاية لما سين تقترب من الصفر 1 ناقص جتا سين على سين. دي من القواعد بتاع نهايات الدوال المثلثية، طبعا احنا عارفين ان قيمتها بصفر، 1 ناقص جتا سين على سين. وعندنا دالة الصفر يمين واللي يساوي هنا موجود، يعني بتساوي دالة الصفر يسار، بتساوي دالة الصفر بيساوي نهاية لما سين تقترب من الصفر 2 جا سين، يعني بتساوي 2 جا صفر، وجا صفر بصفر يبقى 2 في صفر بصفر. دالة الصفر بتساوي دالة الصفر يمين بتساوي دالة الصفر شمال، كلهم بيساوي بعض، يبقى إذا الدالة دي مالها؟ متصلة عند س بيساوي إيه؟ عند س بيساوي صفر. كلام جميل جدا. رقم إيه؟ رقم 15 يا باشمهندس، برضه نفس الفكرة. تعال نشوف، هو بيقول لي عند س بيساوي 2، فأنا هبدأ أجيب دالة الاتنين يمين. دالة الاتنين يمين يعني أكبر من الاتنين، ما هو من الاتنين للموجب ما لا نهاية، يعني كأنها س أكبر من الاتنين. يعني أنا هشتغل هنا اللي هي 1 ناقص 3 على س تربيع، يعني 1 ناقص 3 على 2 تربيع اللي هي 4، 1 ناقص 3 ارباع اللي هي بكام؟ اللي هي 1 على ال 4. طب دالة الاتنين شمال معناها س أقل من الاتنين، ما هو من سالب ما لا نهاية لحد الاتنين، يعني س أقل من الاتنين، وطبعا دي س أكبر من أو يساوي الاتنين لأن الاتنين مقفول. طب هو قال لي معانا السالب 2 ليه؟ هقول لك أنا دلوقتي يا باشمهندس، لأن دي بتصفر المقام. طب ما هي الاتنين بتصفر المقام، ما هو فاتح لك الاتنين عشان كده. تمام يا باشمهندس، يبقى دي بالنسبة لي جاية س ناقص الاتنين، هنحلل دي فهتبقى س ناقص الاتنين في س زائد الاتنين، هنعملهم نهايتين، يعني نهاية لما س تقترب من الاتنين جاية س ناقص الاتنين على س ناقص الاتنين، في كمان نهاية لما س تقترب من الاتنين 1 على س زائد الاتنين، دي هتساوي طبعا ده شبه ده، يبقى المعامل على المعامل بواحد. في هنعوض هنا على السين باتنين، يبقى دي 1 على 2 زائد 2 4، فهتطلع برضه بكام؟ بربع. يبقى دالة الاتنين يمين بتساوي دالة الاتنين يسار بتساوي دالة الاتنين كله يا باشمهندس بيساوي ربع، اذا النهاية موجودة، يبقى اذا الدالة دي مالها؟ متصلة عند س بيساوي 2. س في مقياس س، طيب هو المقياس ده الصفر بتاعه ايه؟ والله صفر. هو بيقول لك س اقل من او يساوي الصفر، يعني خد سالب المقياس، فانا هاخد سالب س، يبقى س في سالب س بسالب س تربيع زائد ال 4. س أكبر من الصفر يعني خد اللي جوه بالموجب، فيبقى س على س اللي هو 1 صح؟ زائد التلاتة اللي هي بتساوي 4، يبقى إذا التعريف بتاعي هيبقى سالب س تربيع زائد ال 4 لما س أقل من أو يساوي الصفر، وهنا بالنسبة لي 4 لما س أكبر من الصفر. دالة الصفر يمين طبعًا دي بـ4 اللي هي س أكبر من الصفر، دالة الصفر شمال بتساوي دالة الصفر لأن علامة اليساوي هنا، سالب س تربيع زائد 4. دي طبعا هتبقى بصفر، يبقى برضه بكام؟ ب4. اذا دالة الصفر يمين بتساوي دالة الصفر شمال بتساوي دالة الصفر، كلهم بيساوي 4، اذا الدالة متصلة يا باشمهندس عند س بيساوي ايه؟ عند س بيساوي صفر. خلاص، شغل جميل جدا وبسيط وسهل والله، والاتصال تافه زي ما انت شايف. هنقلب بعد كده، بسم الله، الورقة راحت فين؟ اللي معايا دي. تمام، 17 بيقول لك ايه؟ برضه هنا بيقول لي ابحث الاتصال عند س بيساوي سالب 3 اللي هي فيها المشكله اصلا. طيب تعالى نشتغل عليها الاول، دي س لا تساوي سالب 3 يبقى دي النهايه، يبقى انا هجيب نهايه لما س تقترب من سالب 3، بس انا عندي مقياس. طيب يا باشمهندس هتصرف في المقياس ده ايه؟ هتعيد تعريفه. تمام، يبقى احنا الاول هنعيد تعريفه، يعني ايه يا باشمهندس؟ هجيب صفر المقياس، يعني س زائد 3 بتساوي صفر، هودي الناحيه الثانيه يبقى س بتساوي سالب 3. حلو جدا، هتعمل شكل ده كده وتكتب س تربيع زائد 2 س ناقص 3 اللي هو البسط، وهتاخد المقياس بالموجب يعني س زائد 3، جميل جدا، وتقول لي هنا س اكبر من 3، ليه؟ لان انت خدت المقياس بالموجب، وهتقوم برضو كاتب س تربيع زائد 2 س ناقص 3 على س زائد 3 بس بالسالب، ليه بالسالب؟ لان خدت سالب المقياس، يبقى س اقل من السالب 3، وهنا سالب 3 معذره، واخر حاجه اللي هي 2 لما الس بتساوي سالب 3. شايف القوس بقى اللي هو س تربيع موجب 2 س ناقص 3 ده؟ تعال نحلله كده، س وس الاخير سالب 1 موجب 1 سالب، هنا 3 وهنا 1، يعني البسط ده يا باشمهندس هيبقى عباره عن س زائد 3 في س ناقص 1 على س زائد 3، فده هتختصر يبقى س ناقص 1، وهنا برضه هيبقى س زائد 3 في س ناقص 1، ده هتختصر فيبقى سالب في س ناقص 1، سالب س ناقص 1 ومعاك 2، فهتيجي تعيد تعريفها بقى مظبوط، يبقى س ناقص 1 وسالب س ناقص 1 و2، وبرضه بنفس الشروط، س أكبر من سالب 3، س أقل من السالب 3، س بتساوي السالب 3.
انت شغال عند سالب 3، تمام يا باشمهندس؟ هات لي بقى دالة السالب 3 يمين كده، اللي هي سين اكبر من سالب 3، هيبقى سالب 3 وسالب 1 سالب 4. طب هات لي دالة سالب 3 يسار اللي هي سين اقل من سالب 3، هنا يبقى سالب 3 وسالب 1 سالب 4 مضروبة في ثابت يبقى 4. طب دالة السالب 3 بتساوي 2، ولا واحدة منهم بتساوي التانية، يعني المسألة بايظة خالص، يبقى هي غير متصلة عند س بيساوي ايه؟ سالب 3. تمام، خلي بالك ان السؤال كده مخلص، يبقى عند السالب 3 ليس في اتصال. بيقول لك بقى هات لي عند س بيساوي 1. طيب بص، س بيساوي 1 ده يا باشمهندس موجود فين؟ اكيد مش في الشرط ده. س لا يساوي سالب 3 دي موجود في الشرط اللي هو مين؟ س بيساوي 1. طب خلي بالك ان س بيساوي 1 احنا هنرجع للي احنا كنا كاتبينه اهو، بدل ما اعيد تعريف المقياس تاني، بتساوي 1 يبقى اكيد اكبر من السالب 3 في الشرط اللي هو س ناقص الواحد. يبقى انا بالنسبه لي ان داله الواحد هتساوي، هتبقى 1 ناقص الواحد بتساوي 0، لان دي داله كثيره الحدود. يبقى بالنسبه لي اذا الداله متصله عند س بيساوي 1. لازم تبقى فاهم مكان النقطه اللي انت بتبحث عليها فين. تمام. طب دي يا باشمهندس برضو قيمه مطلقه. حاضر يا باشمهندس، بس المره دي انت هتيجي تجيب صفر للمقياس، يبقى س زائد 3 بتساوي 0، ودي للناحيه الثانيه، يبقى اذا س بتساوي كام؟ سالب 3. طيب ماشي، والله يا باشمهندس اصلا دي سالب 3، وهنا بيقول لي س اقل من او يساوي الاثنين وس اكبر من الاثنين. طب انا هعيد تعريف المقياس ده على س بالسالب 3؟ قال لك اه. بص هعيد تعريفه ازاي بقى، ركز معايا. هتاخد الموجب بتاعه يعني س زائد 3. تمام تمام يا باشمهندس، بس انت لما تاخد الموجب بتاعه انت المفروض س اكبر من 3. طيب ماشي، وانت عندك س اقل من الاثنين، يبقى لازم الشرط بتاعك يبقى ايه؟ لازم ان الشرط بتاعي يبقى س اكبر من او بتساوي 3 واقل من او يساوي الاثنين، لان في رقم حاكمني. يبقى انا هشتغل على الشرط الموجب بالشروط اللي هو عطاها لي. تمام يا باشمهندس، حلو جدا. طب هاخد الشرط السالب اللي هو سالب المقياس، يبقى سالب س زائد 3، يعني خدت اللي جوه المقياس بالسالب، مش المفروض اقول س اقل من السالب 3؟ تمام يا باشمهندس، هي اقل من السالب 3 مش س اقل من او يساوي الاثنين، هي اه، يعني ما فيش شرط تاني، يبقى س اقل من السالب 3 عادي جدا يا باشمهندس. تمام تمام، واخر شرط هيبقى بالنسبه لي 11 ناقص 3 س لما س اكبر من الاثنين، ويبقى هي دي كده المساله بتاعتي بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، هو عايز عند السالب 3 وعايز عند الاثنين، فابدا اجيب داله السالب 3 يمين. السالب 3 يمين يعني س اكبر واللي هي بتساوي داله ال 3، لان برضه فين علامه الاساوي، فداله السالب 3 معذره، هيبقى سالب 3 زائد 3 0. طب هات لي بقى داله السالب 3 يسار، هنا سالب 3 زائد 3 0، سالب الصفر ما هو صفر برضه. اذا داله السالب 3 يمين بتساوي داله السالب 3 يسار بتساوي داله السالب 3، كله بيساوي صفر يا باشمهندس، يبقى اذا الداله هنا متصله عند س بيساوي كام؟ عند س بيساوي سالب 3. جميله قوي المساله دي. طيب عند الاثنين بقى هات لي داله الاثنين يمين. الاثنين يمين يعني س اكبر من الاثنين، فدي 11 ناقص 3 س، يعني 3 في 2 ب 6، يعني ب 5. طب هات لي داله الاثنين يسار، الاثنين يسار اللي هي هنا اللي هي بتساوي داله الاثنين برضو، اللي هي هيبقى 2 زائد 3 برضو ب 5. ده داله الاثنين يمين بتساوي داله الاثنين يسار بتساوي داله الاثنين، اللي هم كلهم بيساوي 5، اذا برضو هي متصله عند س بيساوي 2، يبقى هم متصله في الحالتين. 19 نفس الفكره، عند س بيساوي 0 هات لي داله الصفر يمين اللي هي بتساوي داله الصفر، هتساوي س زائد 3 على س زائد الواحد، لان الشرط ده هو الاكبر من الصفر، فيبقى 0 زائد 3 3، و0 زائد 1 1، يعني 3 على 1 في 3. هات لي داله الصفر يسار، داله الصفر يسار يعني س اقل من الصفر اللي هو ده. طب دي نهايات، يبقى نهايه لما س تقترب من الصفر 5 س تربيع زائد جا 2 س، ايه رايك لو قلنا كله تربيع؟ هي دي تربيع كانها دي كتربيع، إيه على س في ظا 3 س، هقسم هنا على س تربيع وهقسم هنا على س تربيع وهقسم هنا على س وهنا على س، ما هو س في س كانها س تربيع، فده هتروح يبقى 5، وجا 2 س على س تربيع، ما انا ممكن اكتبها جا 2 س على س الكل تربيع، كان خدت التربيع مشترك، فطبعا دي هتروح مع دي، يبقى 2 تربيع بكام؟ ب 4، وهنا دي هتروح يبقى دي ب 3، 5 زائد 4 9، 3 في 3، ده أصبح إن دالة الصفر يمين بيساوي دالة الصفر شمال بيساوي دالة الصفر، كلهم بيساوي 3، يبقى إذا الدالة دي متصلة عند س بيساوي 0. الأخيرة يا باشمهندس رقم 20، بيقول لك عند س لا تساوي الباي، يبقى إحنا عارفين إن هي نهاية، يبقى نهاية لما س تقترب من الباي. قال لك جا س على باي ناقص الس، فكرة من الدوال المثلثية قلناها كتير جدا جدا.
الجا دي هحولها بجا باي ناقص السين. ليه؟ ال 180 ما بتتغيرش بتاعت الجا، والجا موجبه في الربع الثاني، يعني بالنسبه لها هتبقى جا باي ناقص السين ما بتتغيرش، وهنا برضو على باي ناقص السين بس. فباي ناقص السين على باي ناقص السين بواحد، يعني ليه الناتج بكام؟ بواحد. المعامل على المعامل، طب هات لي بقى داله الباي. والله دالة الباي برضو بواحد، طالما النهاية بتساوي الدالة يبقى إذا الدالة متصلة عند س بيساوي باي. يبقى إحنا كده يا باشمهندس خلصنا السؤال ده كده بالكامل، سؤال جميل ولذيذ والله، والاتصال زي ما أنت شايف يعني مسأله لطيف. هنحل دلوقتي برضو اللي هو السؤال اللي هو أوجد القيم ده كده، وبعدين ناخد بريك نصلي وبعدين نكمل بأمر الله. رقم 2 بيقول لك أوجد قيم أ و ب و ج التي تجعل كل من الدوال المعرفة متصلة امام كل منها، يعني عايز القيم اللي تخليها متصل. طيب دي عشان تبقى متصله يبقى لازم ان داله السالب 3 يمين بتساوي داله السالب 3 يسار بتساوي داله السالب 3، وقلنا الاثنين دول مع بعض اللي هي النهايه، يبقى نهايه لما س تقترب من السالب 3 هنحلل البسط، س تربيع س وس الاخير سالب، واحده موجب واحده سالب، عددين ضربهم 3 الفرق 2 يبقى هنا 3 في 1، والكلام ده على س زائد الثلاثه. دي هتطير فتطلع س ناقص الواحد، عوّر عنها بسالب 3 يبقى سالب 3 وسالب 1 كام؟ سالب 4. ده لازم يساوي دالة السالب 3، فدالة السالب 3 هيبقى سالب 3 زائد الألف، ساوي الطرفين ببعض يبقى سالب 3 زائد الألف بيساوي سالب 4، ودي دي يبقى الألف بيساوي سالب 4 موجب 3 يبقى بسالب 1، يبقى الألف بيساوي كام؟ سالب 1. رقم 2 بيقول لك نفس الفكرة، يلا يا باشمهندس، ليه س لا تساوي 2؟ يعني نهاية لما س تقترب من الاتنين، حلل البسط، س وس الأخير موجب مش هتنشف إلا في النص سالب، الستة دي عبارة عن 2 في 3 ومجموعهم 5، طب س تكعب ناقص 8 بتتحلل عادي، فرق ما بين مكعبين، هنا جذر التكعيب الأول س والإشارة سالب، وجذر التكعيب التاني 2، مربع الأول س غير الإشارة اضربهم في بعض ربع الأخير. دي هتطير مع دي، هعوض بقى عن السين باتنين، اتنين ناقص تلاتة يبقى سالب واحد، وهنا اتنين تربيع باربعة زائد اتنين في اتنين باربعة زائد كمان اربعة، يعني سالب واحد على الاتناشر. طيب ما خلي بالك لازم سالب واحد واتناشر يساوي دالة الاتنين، ما هي دالة اتنين بتساوي سالب اتنين على القيمة المطلقة الألف، اللي هي المفروض تساوي سالب واحد على الاتناشر، سالب مع سالب، القيمة المطلقة الألف واحد بالقيمة المطلقة الألف، هيساوي اتنين في اتناشر باربعة وعشرين. القيمة المطلقة بتساوي عدد، يبقى إذا الألف بيساوي موجب أو سالب العدد اللي هو موجب أو سالب 24، يبقى أنا مسألتي خلصت. 3 بيقول لي جذر س زائد 3 ناقص 2 على س تربيع ناقص س لا تساوي الواحد، قلنا كتير جدا س لا تساوي الواحد يبقى دي نهاية، يبقى نهاية لما س تقترب من الواحد، جذر س زائد 3 ناقص 2 اللي في المقام ده يتحلل، يبقى س ناقص الواحد في س زائد الواحد، فرق ما بين المربعين، عشان أخلص من الجذر هضرب في المرافق. يبقى جذر س زائد 3 موجب 2، وهنا جذر س زائد 3 موجب ال 2، جذر في جذر يديك اللي تحت الجذر س زائد 3، سالب 2 في موجب 2 سالب 4. طبعا بص سيبهم زي ما هم كده، س ناقص الواحد في س زائد الواحد ما تضربهمش، في جذر س زائد 3 موجب ال 2، 3 ناقص 4 سالب 1، يعني دي كانها س ناقص الواحد، فدي هتطير مع دي، هعوض عن الس بقى بواحد، يبقى دي واحد على واحد زائد واحد اتنين في وجذر أربعة اللي هو اتنين زائد اتنين اللي هو أربعة، يعني هتطلع بتمن. طالما إنها طلعت بتمن يبقى لازم إن دالة الواحد برضه بتمن، ودالة الواحد هنا اللي هي بكاف، يبقى إذا الكاف بيساوي تمن يا باشمهندس، يبقى أنا كده مسألت إيه خلصت. 4 جا تربيع 2 س على س ظ على تا س، لما س من سالب باي على 6 باي 6 عند س بيساوي صفر، طبعا دي برضو ايه عباره عن النهايه، يبقى نهايه لما س تقترب من الصفر. طيب جا تربيع 2 س انا ممكن اكتبها جا 2 س في جا 2 س على س في ظ 3 س، هقسم كل واحده على س بس، يعني اهو المشكله اتحلت، س على س راحت يبقى يفضل لك 2، س على س راحت يفضل لك 2، س دي راحت وهنا هيبقى 3، يعني 2 في 2 يبقى دي 4 على 3. النهاية لازم تساوي دالة الصفر، فدالة الصفر هنا عبارة عن أ زائد الواحد، يبقى الأ زائد الواحد بيساوي 4 على 3، ودي دي، يبقى الأ بيساوي 4 على 3 ناقص 1 اللي هو 3 على 3 يبقى تلت، يبقى إذا الأ بكام؟ بتلت، مسألتي خلصت. 5 بيقول لك دالة س بتساوي الكلام ده أهو،
عايز يبقى ايه؟ بسم الله، قيمة يجعلها متصلة عند سالب 2 ومرة عند 5. طيب بص، هنا طالما عند سالب 2 وسين بيساوي 5، فده معناه ان دالة سالب 2 يمين بتساوي دالة سالب 2 يسار. سالب 2 يمين يعني سين اكبر من سالب 2، عوض هنا بسالب 2 يبقى سالب 2 الف زائد الب. طب سالب 2 يسار يعني سين اقل من السالب 2، هيبقى 3 في سالب 2 بسالب 6، وسالب 2 سالب 8. طيب لو ضربنا المعادلة كلها في سالب يبقى 2 الف ناقص الباء بيساوي 8، وسيبها معادلة كده شكلها ايه، شيك شوية. طيب ماشي، هجيب برضو دالة الخمسة يمين برضو بتساوي دالة الخمسة يسار. فدالة الخمسة يمين يعني س أكبر من الخمسة، فيبقى 5 تربيع ب25 ناقص 12 يعني 13. دالة الخمسة يسار هيبقى أ في 5 ب5 أ زائد الباء، تعالى نكتبها تحتها، يبقى 5 أ موجب الباء بيساوي 13. اجمع المعادلتين 2 أ و5 أ يبقى 7 أ، السالب بقى تروح مع الموجب بقى 8 و13 و21، اقسم مع السبعة يبقى إذا الألف ب3. طب ما أنت معاك الخمسة ألف زائد الباء ب13، يبقى 5 في 3 يعني 15 زائد الباء بيساوي 13، ودي دي يبقى إذا الباء بيساوي 13 ناقص 15 سالب 2، يعني الإجابة بتاعتي إن ألف ب3 والباء بسالب 2 مظبوط كلامك، كلامنا صح جدا يا باشمهندس. بيقول لي عند س بيساوي 2، فده معناه إن دالة الاتنين يمين بتساوي دالة الاتنين يسار بتساوي دالة الاتنين. دالة الاتنين يمين يعني س أكبر من الاتنين، هيبقى دي أ زائد ب س يعني 2 ب. دالة الاتنين يسار يعني س أقل من الاتنين، أدي الباء، ناقص أ س تربيع يعني 2 تربيع ب4 يعني 4 أ، هيساوي دالة الاتنين اللي هي بكام؟ اللي هي ب3. يبقى إذا إن كل واحدة بتساوي فيهم 3، يعني ده معناه إن ده بيساوي ده، صح يا باشمهندس؟ كلام جميل جدا. طيب اصبر كده، إن أ زائد الاتنين ب بتساوي ب ناقص الأربعة أ، ماشي. هنجيب دي هنا، يبقى بالنسبة لي ونجيب دي هنا، يبقى هنا بالنسبة لي إن 5 أ دي هتيجي هنا، يبقى ب ناقص 2 ب بسالب ب. لو قسمت هنا على سالب 1 وهنا على سالب 1، يبقى إذا الباء بتساوي سالب 5 أ، تمام؟ هنعوض هنا، فالباء دي هشيلها، يبقى سالب 5 أ ناقص الأربعة أ بيساوي 3، يعني سالب 9 أ بيساوي 3. اقسم هنا على سالب 9 واقسم هنا على سالب 9، دي هتروح، يبقى الألف بيساوي 3 على سالب 9 يعني سالب تلت، على 3 في الواحد تفعل 3، يبقى إذا الألف بكام؟ بسالب تلت، حلو جدا. طب ما أنت معاك الباء بسالب 5 ألف، يبقى الباء بتساوي سالب 5 في سالب تلت، سالب في سالب وموجب يبقى 5 على 3، يبقى الباء بكام؟ ب5 على 3، مظبوط كلامك يا باشمهندس جدا. اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 7، بيقول لي برضه ابحث عند الصفر، س لا يساوي الصفر ده يا باشمهندس دي معناها نهاية. طيب وخلي بالك من النهايه دي، لانها جايه من الدوال المثلثيه ونبهنا عليها كتير جدا، نهايه لما س تقترب من الصفر. قلنا لما تظهر الجتا وفي س تربيع بنعمل الكوبري. ايه هو بقى الكوبري يا باشمهندس؟ تعالى اقول لك عليه. ادي جتا 2 س ناقص الواحد، مش هي المفروض على س تربيع؟ ايوه، فبقوم ضارب في المرافق بتاع الدي، يعني جتا 2 س موجب واحد كانه جذر، وهنا برضه يا باشمهندس جتا 2 س زائد الواحد هتساوي، بص يا باشمهندس لما اضرب الاول في الاول فيديني ايه؟ جتا تربيع 2 س، سالب واحد في موجب واحد اللي هو بكام؟ اللي هو بسالب واحد، تمام. المفروض يا باشمهندس الكلام ده على س تربيع مضروبه في جتا 2 س زائد الواحد. طيب هتاخد دول مع بعض كده وركز، الله يكرمك، يعني هتاخد الجتا تربيع 2 س ناقص الواحد هتاخدها على الس تربيع، دي في نهايه، يبقى نهايه لما س تقترب من الصفر. في فاضل لك مين؟ دي في المقام، الناس بتتلخبط وتحطها في البسط، لا يا عم هي في المقام، يبقى دي واحد على جتا 2 س زائد الواحد. طب ايه يا باشمهندس بقى الشغل؟ هقول لك انا الشغل، لازم تبقى عارف ان جتا تربيع 2 س زائد جتا تربيع 2 س بيساوي 1، جتا تربيع 2 س، جتا تربيع زائد جتا تربيع نفس زائد 1. طيب ماشي، بص لو انا عملت ايه؟ لو انا يا باشمهندس جبت الواحد هنا ووديت دي هناك، فدي ما تروح هناك هتبقى سالب جتا تربيع 2 س، فهتساوي جتا تربيع 2 س ناقص الواحد، مش هي دي؟ هي دي. فانا هنا دي هشيلها واحط سالب جتا تربيع 2 س، الكلام ده على كام؟ على السين تربيع. اللي انا ممكن اكتبها برضه يا باشمهندس زي ما انت متعود مني كده، دي سالب جا 2 س على س الكل ايه؟ الكل تربيع، ممكن نكتبها كده. ليه؟ لان دي دوال مثلثيه، صح؟ اه، فدي السالب بره ماليش دعوه بيه، وهيبقى 2 تربيع ب4، يعني الجزء ده بكام؟ بسالب 4، لازم تبقى عارفها دي لانها مهمه جدا جدا.
في الجزء ده بقى اعوض عن السين بصفر، فده تطلع بواحد يعني نص، يعني دي هتبقى سالب 4 في نص اللي هي كام؟ سالب 2. يبقى اذا دي في سالب 2، يبقى الكاف بكام؟ بسالب 2، لان هي لازم تساوي دالة الصفر. يبقى اذا قيمة الكاف بسالب 2. دي من المسائل الجميلة قوي قوي يا باشمهندس على الجزئية دي. هناخد بس كمان مثالين كده عشان بس ايه نقوم ناخد بريك ونصلي بامر الله. رقم 8 بيقول لك عايز يبقى يخليها متصلة عند س بيساوي ج، يبقى لازم ان دالة الجيم يمين بتساوي دالة الجيم يسار بتساوي دالة الجيم. فدالة الجيم يمين يعني س اكبر من الجيم، شيل السين وحط ج، ودالة الجيم يسار يعني س اقل من الجيم، يعني 2 ناقص الجيم تربيع. وادي دي هنا ودي هنا، فدي هتبقى جيم تربيع، وادي موجب ج، والاتنين هتيجي بسالب 2، الكلام ده بيساوي صفر. هنبدأ نحلل دي، جيم وجيم الاخير سالب، واحدة موجب واحدة سالب، هنا 2 وهنا 1. من هنا ان الجيم بسالب 2، ومن هنا ان الجيم بتساوي 1. يبقى اذا قيمة الجيم مرة بسالب 2 ومرة بواحد، مسألة مفيش فيها أي حاجة. 9 بيقول لك عندي س لا تساوي الصفر، قلت لك س لا تساوي الصفر خدها للنهايات، يبقى نهاية لما س تقترب من الصفر، 1 ناقص جتا س على س. الكاف يا عم انا مش عايزها لان ده شكل النظرية، فانا هطلع الكاف بره، يبقى 1 على كاف، ما الكاف في المقام. ده شكل النظرية بكام؟ بصفر. يبقى دي عبارة عن 1 على كاف في صفر. طب ما تقول من الأول صفر، لا لازم تعملها كده، يبقى دي بكام؟ بصفر. طالما يا باشمهندس إنها بصفر، يبقى لازم دالة الصفر برضه تساوي صفر، يبقى لازم إن الجاسين تساوي صفر. طب خلي بالك بقى من معايا في نقطة هنا مهمة. الوقت يا باشمهندس الجاسين بتساوي صفر إمتى؟ هتقول لي عادي عند س بيساوي صفر ولا عند ح؟ لا يا باشمهندس عند س بيساوي صفر. طب خلي بالك من حاجة دلوقتي، أنا شغال في المسألة بتاعتي بس كان في ثابت. يعني إيه ثابت؟ هو بيقول لك ابحث عند الصفر، كان في ثابت اللي هو 1 على كاف، فهنا السين ما تنفعش في المقام تبقى بصفر لأن دي دالة كسرية، فأنا لازم أستبعد الصفر. تمام يا باشمهندس؟ طيب بس هي الدالة دي متصلة عند الصفر ولا متصلة عند الحاء؟ قال لك يا باشمهندس أنت عارف إن الجا والجتا من الجزء اتصال بتاع الفترات هما متصلين في ح، بس لازم استبعد الصفر لانه من اصفار المقام اللي هنا. بس هي دي فكره المساله كلها. تاني جبنا النهايه اليمنى والنهايه اليسرى، تمام يا باشمهندس، بس انا عندي س في المقام فيبقى ح معايا الصفر. تمام، ليه ح؟ لان انا معايا داله جا والجتا، معايا جا وجتا الدالتين، ان انا عارف اصلا اتصالهم على فتره بح، يعني ده مرتبط بالموضوع بتاع الاتصال على فتره. تمام، هنوقف هنا كده، ناخد بريك ونصلي ونكمل ان شاء الله من اول إعادة التعريف، وبعدين الجزء الاخير اللي هو بقى يا باشمهندس اتصال الداله على فتره. يا باشمهندس السؤال رقم 3 بيقول لي اعد تعريف كل من الدوال المعرفه بالقواعد الاتيه عند النقط المباينه بحيث تصبح متصل ان امكن. يعني ايه كلمه ان امكن؟ قلنا يا باشمهندس لو هي ليها نهايه فممكن نعيد تعريفها، لو ملهاش نهايه هقول له من الاول كده هي ملهاش نهايه فما ينفعش اعيد تعريفها، ودي الخلاصه اللي احنا قلناها يا باشمهندس. تمام، طب هنا بيقول لي انا عايز اعيد تعريف دي يا باشمهندس عند س بيساوي 3. انت هنا لو جيت تجيب النهايه هتلاقيها موجوده، ركز كده معايا، يعني هتقول لي نهايه لما س تقترب من ال3، هتحلل البسط ده فهتفتح قوسين بالشكل ده كده، السين تربيع تبقى س وس، الاخير سالب، واحده موجب واحده سالب، عددين ضربهم 6 الفرق ما بينهم 1، 3 في 2 والكبير شبه اللي في النص، ومن هنا على س ناقص ال3. دي هترمع دي يا باشمهندس فهيفضل لك س زائد ال2، عوض عن السين بثلاثة يبقى 3 زائد 2 اللي هي بكام؟ اللي هي بخمسة. يبقى هي لها نهاية وقيمتها بتساوي 5. طالما لها نهاية يا باشمهندس أنا عيد تعريفها كأنها دالة مجزأة المجال، فأقول له دي س تربيع ناقص الس ناقص الستة على س ناقص الثلاثة، بحيث هنا س لا تساوي الثلاثة. طب أنا عايز يا باشمهندس قيمة النهاية بكام؟ بخمسة؟ أه، يبقى 5 لما س تساوي كام؟ 3. يبقى انا عدت تعريفها بحيث تصبح متصله. قلنا موضوع اعاده التعريف ده سهل جدا، بس شوف فيديو الشرح وهتفهمه بكل بساطه. رقم 2 برضه يا باشمهندس هشتغل ان هي نهايه، يبقى نهايه لما س تقترب من الواحد، هحلل البسط فرق ما بين مكعبين، الجذر التكعيبي للاول س سالب الجذر التكعيبي الواحد بواحد، هربع الس يبقى س تربيع، هعكس الاشاره اضرب الواحد في الس، اربع الواحد تاني يبقى موجب واحد. الكلام ده على هنحلل المقام، س وس الاخير موجب اشارتين شبه اللي في النص سالب، عددين ضربهم 2 مجموعهم 3، يعني 2 في 1. دي هتطير مع دي، هبدا اعوض بقى، يبقى 1 تربيع بواحد زائد كمان 1 زائد الواحد على 1 ناقص 2 اللي هي سالب 1، يبقى 3 على سالب 1 اللي هي بكام؟ بسالب 3.
طالما النهاية موجودة وقيمتها سالب 3 يبقى أنا ممكن أعيد تعريفها يا باشمهندس. أعيد تعريفها كده، أقول له إن دي سين تكعيب ناقص الواحد على سين تربيع ناقص التلاتة سين موجب الاتنين، وهنا أنا عايزها قيمتها بكام؟ بسالب 3. وهنا أقول له والله سين لا تساوي الواحد لأن دي نهاية وسين بتساوي واحد، قلنا علامة لا يساوي يعني إن أنا حسبت النهاية بتاعتها. رقم 3، بص هبدأ أجيب النهاية، أشوف في نهاية ولا لأ، يعني إيه؟ هبدأ أجيب دالة الواحد يمين. والله دالة الواحد يمين يعني سين أكبر من الواحد، يبقى واحد تكعيب بواحد زائد اتنين في واحد باتنين، فطلعت بتلاتة. وهجيب دالة الواحد يسار، هنا أعوض يبقى خمسة في واحد بخمسة ناقص الواحد اللي هي أربعة. دي نهاية يمنى لا تساوي النهاية اليسرى، إذا النهاية ليست موجودة. طالما النهاية ليست موجودة يبقى لا يمكن إعادة تعريفها. قلنا الشرط الأساسي لازم يا باشمهندس النهاية تكون مالها موجودة. رقم 4، برضه يا باشمهندس نفس الفكرة، هجيب دالة الاتنين يمين. دالة الاتنين يمين يعني س أكبر من الاتنين، هنا اتنين تربيع بأربعة زائد الواحد يعني بخمسة. هجيب دالة الاتنين يسار، دي بسط المقام يبقى نهاية، يبقى نهاية لما س تقترب من اتنين يسار. هحلل البسط يبقى س ناقص الاتنين في س زائد الاتنين، والمقام هو س ناقص الاتنين، دي هتطير مع دي، فيفضل لك س زائد اتنين. عوّر عن السين باتنين يبقى اتنين زائد اتنين أربعة، إيه ده؟ طلعت دالة الاتنين يمين لا تساوي دالة الاتنين يسار، يبقى النهاية ليست موجودة، وبناءً عليه لا يمكن إعادة تعريفها. طالما النهاية مش موجودة خلي قلبك مطمن واعرف إن هي لا يمكن إعادة تعريفها. رقم 5، نفس الفكرة، يلا يا باشمهندس، المرة دي بنبحث عند مين؟ عند الصفر. هجيب دالة الصفر يمين. دالة الصفر يمين يعني اللي هي س أكبر من الصفر، فدي هتبقى نهاية، يبقى نهاية لما س تقترب من الصفر. معاك 3 س زائد الواحد ناقص جتا س، الكلام ده كله على 5 س. إيه 5 س؟ بص يا باشمهندس أنت ممكن تعمل حاجة ظريفة، إيه هي؟ شايف ال 3 س دي؟ آه، هقسمها على س. طب شايف الواحد ناقص الجتا س كلها على بعض؟ هقسمها على س، والمقام برضه هقسمه على س، فدي هتطير يعني بتلاتة، ودي من النظرية بتاعت نهاية الدولة المثلثية بصفر، وده هتطير يبقى خمسة، يبقى إذا الناتج بكام؟ بتلاتة على خمسة، حلو جدا. طب هات لي دالة الصفر يسار، هيساوي تلاتة على خمسة جتا س، يعني جتا صفر، جتا صفر بواحد يعني بتلاتة على خمسة، إذا النهاية موجودة وقيمتها بتساوي تلاتة على خمسة، يبقى أنا ممكن أعيد تعريف الدالة دي بحيث يا باشمهندس إن هي تصبح متصلة. طب هعيد تعريفها إزاي؟ في طريقتين. هتكتب 3 س زائد الواحد ناقص الجتا س على 5 س، وهنا س أكبر من الصفر، وتقوم كاتب في النص كده، أو تعالى أقول لك الطريقة الأولى الأول، 3 على 5 جتا س لما س أقل من الصفر، ممكن تحط اللي يساوي هنا أو فوق. الطريقة التانية بدل ما تحط اللي يساوي هنا هتكتب في النص 3 على 5 وتقول لي لما س بتساوي صفر، يبقى أنا برضو خليتها عند الصفر برضو بكام؟ 3 على 5، سواء الطريقة دي أو تحط طريقة اللي يساوي، الاتنين صح ما تقلقش منهم بأمر الله. رقم 6 يا باشمهندس، ده مقياس، قلنا طالما مقياس يا باشمهندس يبقى انا لازم اعيد ايه؟ اعيد تعريف. اول حاجه هجيب صفر المقياس، يبقى س ناقص التلاته بتساوي صفر، هودي للناحيه التانيه يعني السين بتساوي كام؟ يعني السين بتساوي تلاته. يبقى اذا الداله بالنسبه لي هاخد اللي جوه المقياس بالموجب، وطبعا لما السين اكبر من صفر المقياس اللي هو تلاته، هاخد اللي جوه المقياس بالسالب، طبعا يا باشمهندس لما السين اقل من التلاته اللي هو صفر المقياس، كلام جميل جدا، فدي هتساوي دي على دي هتديك واحد لما س اكبر من التلاتة، طبعا دي هتروح مع دي فتديك سالب واحد لما س اقل من التلاتة، كلام جميل جدا. طيب الوقت يا باشمهندس دي واحد ودي سالب واحد، حلو، بالعقل لو انا جبت دالة التلاتة يمين فهي بواحد، دالة التلاتة يسار فهي بسالب واحد، اذا النهاية ليست موجودة، فاذا استحالة ان انا اعيد تعريفها. طالما يا باشمهندس النهاية مش موجودة يبقى لا يمكن اعادة ايه؟ التعريف، وده كده يبقى السؤال رقم 6. 7، برضه نفس الفكرة بس دي دالة ايه؟ دالة كسرية، فهشتغل عليها كأنها ايه؟ كأنها نهاية، كلام جميل جدا. طيب بص، ادي نهاية لما س تقترب من التمانية، هتبقى دي س تربيع والأربعة وستين اللي هي تمانية أس اتنين، والله دي هتبقى س، الأس اللي جوه على اللي بره يبقى تلت، والاتنين دي اللي هي تمانية أس تلت، أو الجذر التكعيبي للتمانية اللي هو اتنين، كلام جميل، يبقى أنا كده عملتها ايه؟ ظبطتها، حلو جدا. فأقول أس البسط على المقام يعني 2 على تلت، فيما تقول إليه النهاية اللي هو 8،
في طرح البسط المقام 2 ناقص تلت، يعني ده يبقى بالنسبة لي 2 ناقص التلت. 2 على تلت اللي هي 2 في 3 في 6، و2 ناقص التلت اللي هي 5 على 3، تمام؟ وال8 دي اللي هي 2 أس 3، الكل أس 5 على 3، فده هتروح معايا يبقى 2 أس 5 ب 32. 2 في 6 ب 12 معايا الواحد، 3 في 6 ب 18، الواحد يبقى 19، فتطلع معاك ب 192. كلام جميل جدا. النهايه موجوده وقيمتها 192، ايوه، يبقى انا ممكن اعيد تعريفها، فاقول له والله دي س تربيع ناقص ال 64 على الجذر التكعيبي لس ناقص 2 لما الس لا تساوي 8، لا تساوي يعني قيمه النهايه. وهنا 192 لما الس بتساوي كام؟ لما الس بتساوي 8، يبقى انا كده عدت تعريفها بحيث تصبح مالها متصل. رقم 8 يا باشمهندس، قابلنا مقياس، قلنا طالما قابلنا مقياس هجيب صفر المقياس، والله صفر المقياس هنا اللي هو س بيساوي كام؟ س بيساوي صفر، تمام يا باشمهندس. طيب بص معايا، هبدا كده اخد موجب المقياس يبقى س، يبقى دي س زائد س على س. طيب هبدا اخد سالب المقياس يبقى سالب س زائد س على س. هنا لما س اكبر من الصفر وهنا س اقل من الصفر، وما تحطش يساوي لان في س في المقام، يبقى دي هتساوي س وس 2 س على س فعل 1، سالب س وس 0 0 على س اللي هي كام؟ اللي هي صفر. هنا س طبعا اكبر من الصفر وهنا س اقل من الصفر، هنا داله الصفر يمين بواحد، هنا داله الصفر يسار بصفر، فاذا النهايه اليمنى لا تساوي النهايه اليسرى، اذا النهايه ليست موجوده، اذا لا يمكن اعاده تعريفها لكي تصبح متصله. رقم 9 هنا يا باشمهندس، ايه الكلام اللي هو جايبه لي ده؟ ده جايب لي طرح دالتين. طب ما عادي جدا انت تحاول توحد المقام بتاعه. طب اوحد المقام ازاي؟ هقول لك حالا. داله س بتساوي والله دي 2 على س ناقص ال 5 ناقص ال 12، القوس ده بيتحلل، س تربيع س وس الاخير سالب واحده موجب واحده سالب، على ده نضربهم 5 الفرق 4، 5 في 1، والكبشه بقى اللي في النص. اصبح هنا س ناقص ال 5 وهنا س ناقص ال 5، فحلل المقام بالقوس الكبير. ايه هو القوس الكبير؟ اللي هو س زائد الواحد في س ناقص ال 5. لما تقسم ده على ده يديك س زائد 1، يتضرب في 2 يبقى 2 في س ب 2 س، و2 في 1 بموجب 2، حلو جدا. لما تقسم ده على ده يديك البسط اللي هو سالب 12، حلو جدا. يعني في النهايه طلعت كام بقى؟ 2 وسالب 12 يعني دي 2 س ناقص ال 10. ممكن تاخد الاثنين عامل مشترك فيفضل لك س ناقص ال 5. الكلام ده على س زائد الواحد في س ناقص ال 5. شيل لي س ناقص 5 مع س ناقص 5، يعني هي اصبحت في الاخير يا باشمهندس، طبعا ده كله جوه النهايه، يبقى انا نهايه لما س تقترب من كام؟ من ال 5. 2 في س ناقص ال 5 على س زائد الواحد في س ناقص ال 5، دي هتروح معايا. يبقى دي 2 على 5 زائد 1 اللي هي 6، يبقى 2 على 6 اللي هي كام؟ اللي هي تلت. اذا النهايه موجوده وقيمتها بتساوي تلت، يبقى انا اقدر اعيد تعريفها. هكتب دي كلها اللي هي 2 على س ناقص ال 5 ناقص 12 على س تربيع ناقص ال 4 س ناقص ال 5، هنا لا س لا تساوي ال 5. طب النهايه قيمتها كام؟ تلت؟ اه، يبقى تلت لما س تساوي 5، يبقى انا عدت تعريفها لكي تصبح متصله، بس الشرط الاساسي ان هو كان لازم يا باشمهندس ان النهايه تكون موجوده. رقم 10 يا باشمهندس، برضه نفس الفكره، صفر المقياس هنا اللي هو س بيساوي صفر، عيد تعريفها، يبقى جا س على س لما س اكبر من الصفر، اوعى تحط يساوي، وهنا جا س على سالب س لما س اقل من الصفر. ليه؟ لان صفر المقياس بالموجب س اكبر من الصفر، صفر المقياس بالسالب، يبقى هكذا، يبقى دي بتساوي هكذا. جا س على س دي من نهايات الدوال المثلثيه تديني واحد، وجا س على سالب س يبقى واحد على سالب واحد بسالب واحد من نهايات الدوال المثلثيه. هنا س اكبر من الصفر وهنا س اقل من الصفر، طبعا هنا داله الصفر يمين بواحد، داله الصفر يسار بسالب واحد، اذا النهايه يا باشمهندس غير موجوده، اذا لا يمكن اعاده تعريفها لكي تصبح متصله، ويبقى انا كده خلصت السؤال ده كده بالكامل، تمام؟ تمام يا باشمهندس. اخر جزء من التمارين هو جزء دسم شويه وفي شويه شغل حلوين، وهو تمارين الاتصال على فتره. قلنا تمارين الاتصال على فتره، نصيحتي ليك دايما ان انت عايز تحله ارجع لاول درس في الجبر راجعه اللي هو الدوال الحقيقيه، لان هو معتمد عليه، والجزئيه بتاعه حساب المثلثات بتاع الاولى ثانوي بتاع الحل العام بتاع المعادلات المثلثيه، وهتلاقيه شرحه لك في الفيديو الشرح باستفاضه كبيره جدا، فحاول تلجا لهم لانهم مهمين جدا جدا بامر الله. السؤال رقم 4 بيقول لي ابحث اتصال كل من الدوال المعرفه بالقواعد الاتيه. اقول له داله س بتساوي 7 دي داله كثيره الحدود، فمجالها ح، فاذا هي متصله على ح.
هنا مش مهندس برضو، دي دالة كسرية الحدود مجالها ح يصبح اتصالها في ح. هنا دي دالة كسرية يبقى ح ما عدا أصفار المقام، هساوي المقام بالصفر يبقى س ناقص 3 بتساوي صفر، يعني س بتساوي 3، إذا الاتصال في ح ما عدا التلاتة. هنا برضو دي دالة كسرية فح ما عدا أصفار المقام، هساوي المقام بالصفر، المقام ده ممكن يتحلل يا باشمهندس س وس الأخير موجب شرطين شبه في نص سالب، عددين ضربهم 6 مجموعهم 5، 2 في 3، من هنا إن الس ب 2 ومن هنا إن الس ب 3، يبقى الاتصال ح ما عدا الاتنين والتلاتة. بعد كده يا باشمهندس دي برضو دالة كسرية، طيب يا باشمهندس هعمل فيها ايه؟ المقام شكله غريب كده وفي شغل كبير، يا عم وحد خلي المقام بصفر. اللي انا عايز اقوله لك ان المقام ده يتحلل عادي جدا، السين اس 4 سين تربيع وسين تربيع الاخير موجب لشرطين شبه في النص سالب، عددين ضربهم 36 مجموعهم 13، 4 في 9، من هنا ان السين تربيع ب 4 ومن هنا ان السين تربيع ب 9، من هنا ان الس بموجب او سالب 2 ومن هنا ان الس بموجب او سالب 3، يبقى الاتصال ح ما عدا 2 سالب 2 3 سالب 3، يبقى هو ده الاتصال بتاعي. تمام. رقم 7 يا باشمهندس نفس الفكره برضو، دي داله كسريه يبقى ح ما عدا اصفار المقام، فقول س تكعيب ناقص الس بتساوي صفر، هاخد الس عامل مشترك ففضل لك س تربيع ناقص الواحد بيساوي صفر، فمن هنا الس بصفر ومن هنا س تربيع بتساوي واحد، هاخد الجذر هنا والجذر هنا، يعني الس بتساوي موجب او سالب واحد، يبقى انا معايا يا باشمهندس ان الاتصال بتاعي في ح ما عدا الصفر والواحد والسالب واحد. دي يا باشمهندس عباره عن مقياس ومقياس، ولكن دي تعتبر داله كسيره الحدود، يعني الداله هنا يا باشمهندس ملهاش اصفار، يعني كانها داله كسيره الحدود. ايوه يا باشمهندس، يبقى انا بالنسبه لي ان الداله دي يا باشمهندس متصله دايما في ح بس، مفيش فيها أي مشكلة، أي رقم هيديك ناتج، مفيش رقم فيه مشكلة. طيب دي باشمهندس بقى هيبدأ يدخل للدوال المثلثية، طيب س تكعيب دي دالة كسيرة الحدود مجالها ح، الجا والجا قلنا برضو مجالهم ح، لما أجيب تقاطع لح وح يبقى بالنسبة لي يا باشمهندس إن هي متصلة على ح. طب هنا الجا مجالها ح، الجتا برضو والله مجالها ح يا باشمهندس، طالما دي ح ودي ح والتقاطع بتاعهم يبقى بالنسبة لي ايه؟ ح برضه يا باشمهندس، هي دي كل الفكرة. ها؟ هنا برضه يا باشمهندس 3 س زائد 4 لكل تربيع دي دالة كسيرة الحدود، فهي مجالها ح، والجا مجالها ح، ح تقاطع ح يدينا ح. دي دالة بقى يا باشمهندس كسرية، ركز لي بقى في الكلام ده، يبقى المفروض إن أنت تساوي المقام بالصفر، يبقى مقياس الس ناقص 2 بيساوي صفر، دي هتروح يبقى مقياس الس بيساوي 2، يعني الس بتساوي موجب أو سالب 2، يبقى الاتصال بتاعها هو ح ما عدا الاتنين والسالب 2. 13 برضو دي دالة كسرية فأساوي المقام بالصفر، يعني مقياس السين زائد الواحد بيساوي صفر، ده هتروح يبقى مقياس السين بيساوي سالب واحد، ودي استحالة استحالة ان هي تحصل ان المقياس يساوي عدد سالب، يعني المقام ده يا باشمهندس ملوش اصفار من الاخر، يبقى اذا الدالة بتاعتي متصلة في ح. هيبدأ يدخل لك بقى شوية جذور كده، هنا الجذر التربيعي موجود في المقام، يبقى ما تحت الجذر اللي هو س ناقص الاتنين أكبر من الصفر، ده هتروح يعني الس أكبر من الاتنين، أكبر من الاتنين يعني إن الاتنين مفتوح لحد الموجب ما لا نهاية، هو ده الاتصال بتاعي، يبقى هي متصلة في الفترة دي. 15 هنا برضو دي دالة كسرية، بس خلي بالك البسط مش كسير حدود، بس هو مفيش فيه مشكلة أوي ليه؟ لأن دي مجالها ح والجا مجالها، يبقى انا هجيب اصفار المقام بس اللي هي س زائد الواحد بتساوي صفر، ده هتروح يعني الس بتساوي سالب واحد، يبقى اذا الاتصال بتاعي في ح ما عدا السالب واحد. طب هنا بقى لا خلي بالك، ده اسم الدالتين والمقام في مشكله والبسط في مشكله، فالبسط دي داله جذر تربيعي، يبقى ما تحته اكبر من او يساوي الصفر، فده هتروح يعني الس اكبر من او يساوي الاربعه، يعني من الاربعه لحد الموجب ما لا نهايه، هساوي المقام بالصفر يبقى س ناقص 6 بتساوي صفر، ده هتروح يعني الس بتساوي كام؟ يعني الس بتساوي 6. يبقى اذا يا باشمهندس الاتصال بتاعي هو تقاطع الاثنين دول مع بعض، يبقى من الاربعه لحد الموجب ما لا نهايه، بس فرق المجموعه كام؟ المجموعه 6، لان السته موجوده خلال الفتره دي. يبقى اما الاقي داله كسريه لازم اتاكد من البسط والمقام. زي دي كده بالظبط، هنا برضو داله جذر تربيعي موجوده في البسط، يبقى ما تحتها اكبر من او يساوي الصفر، ده هتروح يبقى الس اكبر من او يساوي 3. يعني من التلاتة لحد الموجب ما لا نهاية. هات لأصفار المقام يبقى س تربيع ناقص الأربعة بتساوي صفر، ده هتروح يعني الس تربيع بتساوي كام؟
الأربعة يعني السين بتساوي كام يا باشمهندس؟ موجب أو سالب 2. يبقى المجال ده ما عدا الموجب أو سالب 2، بس خلي بالك السالب 2 مش موجود في الفترة دي أصلا. تاني، السالب 2 مش موجود في الفترة دي، فأنت أصلا ليه تستبعده؟ طب هل الموجب 2 موجود؟ لا، ده أنا من الثلاثة لحد الموجب ما لا نهاية. خلاص يا باشمهندس، دي من الثلاثة لحد الموجب ما لا نهاية، بس أصل لازم الأرقام اللي أنت جبتها تكون موجودة في الفترة. طب هي مش موجودة، خلاص ما تحطهاش في المجال بتاعك أو الاتصال بتاعك. تمام يا باشمهندس، أنا فهمت. هنا البسط كسير حدود فمجاله ح، مفيش مشكله. ودي س برضو مجالها ح، يفضل الجذر ده. يبقى ما تحت الجذر اللي هو س زائد 2 اكبر من الصفر بس لانه موجود في المقام، فده هتروح يبقى الس اكبر من السالب 2. اكبر من السالب 2 يعني من السالب 2 مفتوح لحد الموجب ما لا نهايه. طب الس اللي موجوده في المقام دي ما ينفعش تساوي صفر، يبقى من السالب 2 لحد الموجب ما لا نهايه. طب انا هاخد الصفر ده لانه موجود، يبقى ما عدا الصفر لانه موجود في الفتره دي. يبقى الاتصال بتاعي خلال الفترة دي يا باشمهندس من السالب 2 لحد الموجب ما لا نهاية فرق الصفر، لأن السين في المقام ما ينفعش تساوي صفر. طب دي يا باشمهندس قلت لك لما يجي لك في المقام جذر وعدد، أول حاجة ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي. يا باشمهندس إزاي ده الجذر موجود في المقام المفروض أكبر من بس؟ قلت لك لا، طالما جنبي عدد يبقى أكبر من أو يساوي. أصل لو الجذر ده سوا صفر ما هيبقى المقام بسالب واحد، مفيش مشكلة. فدي هتروح يبقى السين اكبر من او يساوي سالب 2، يعني من السالب 2 لحد الموجب ما لا نهايه. تاني خطوه تساوي المقام كله بالصفر، يبقى جذر س ناقص 2 ناقص الواحد بيساوي صفر. ده هتروح يبقى جذر س زائد ال 2 بيساوي 1 بتربيع الطرفين، يبقى س زائد 2 بتساوي 1. دي هتروح يبقى الس بتساوي سالب 1. يبقى المفروض ان المجال من السالب 2 لحد الموجب ما لا نهايه فرق السالب 1. طب يا باشمهندس هو دلوقتي السالب 1 موجود هنا؟ ما انا بزيد، يبقى انا هعدي على السالب 1، يبقى ما عدا فعلا السالب 1. يبقى بالنسبه لي من السالب 2 لحد الموجب ما لا نهايه فرق السالب 1. جميل. جذر وجذر، لو انت رجعت لدرس العمليات على الدوال بجيب مجال الاول ومجال الثاني واعمل لهم تقاطع. يعني مجال الاول ما تحت الجذر اللي هو س زائد 2 اكبر من او يساوي صفر، ده هتروح يعني الس اكبر من او يساوي السالب 2، يعني من السالب 2 لحد الموجب ما لا نهايه. ما تحت الجذر هنا 3 ناقص س اكبر من او يساوي صفر، دي هتروح يعني ال 3 اكبر من او يساوي الس، يعني كانها س اقل من او يساوي ال 3. اقل من يعني من السالب ما لا نهايه لحد ال 3 مغلق. لما تيجي تعمل لهم تقاطع على خط الاعداد او ترتبهم من الصغير للكبير، سالب ما لا نهايه سالب 2 3 موجب ما لا نهايه، تاخد الاثنين اللي في النص سالب 2 و3، السالب 2 مقفول وال3 مقفول، يبقى اذا الفتره بتاعتي او المجال بتاعي من سالب 2 لحد ال3 يا باشمهندس، زي ما انا عودتك الطريقه دي في فيديو الشرح، او ان انت طالما لو الارقام مختلفه بتعمل الطريقه دي، لو في ارقام مكرره بتعملها على خط الاعداد زي ما وضحت لك برضو عشان يبقى الطريقه موحده في الشغل. طيب 21 يا باشمهندس، خلي بالك دي داله جذر تربيعي موجوده في المقام، يبقى ما تحتها اللي هو 25 ناقص س تربيع لازم يكون اكبر من الصفر بس. طبعا دي الس من الدرجه الثانيه، يبقى بحث اشاره. هنبدا نحلل ده يا باشمهندس، هيبقى ده 5 ناقص الس، وان 5 زائد الس فرق ما بين مربعين، من هنا ان الس ب 5 ومن هنا ان الس بسالب 5. هعمل خط الاعداد، عندك سالب 5 وعندك 5، دي بتصفر ودي بتصفر. طبعا مثل عكس مثل، اشاره السين تربيع سالب، يبقى هنا سالب هنا موجب هنا سالب. انت عايز الاكبر من الصفر، يعني من السالب 5 لحد الخمسة مفتوحه، يبقى هي متصله خلال الفتره دي. هنا ما تحت الجذر اللي هو 5 ناقص القيمه المطلقه لسين اكبر من او يساوي الصفر، دي هتروح الناحيه الثانيه، يبقى القيمه المطلقه لسين اقل من او يساوي الخمسة. عملت ايه؟ دي ما تروح الناحيه الثانيه، يبقى 5 اكبر من او يساوي القيمه المطلقه لسين، اللي هي القيمه المطلقه لسين اقل من او يساوي الخمسة. طب فاكر المقياس لما كان بيبقى اقل من كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط ما يدخله جوه، وهنا اكبر من او يساوي سالب العدد اقل من او يساوي العدد، يبقى اذا السين محصوره في الفتره من سالب 5 ل 5، ويبقى هو ده كده يا باشمهندس الاتصال بتاعي. تعالى بقى يا باشمهندس للدوال المثلثيه. عندك البسط هنا مفيش فيه مشكله فمجاله ح، والجا برضه يا باشمهندس مجالها ح، بس خلي بالك ان الجا موجوده في المقام فما ينفعش ان الجا تساوي صفر. طب امتى بقى الجا س بتساوي صفر؟ لو انت رجعت الفيديو الشرح هتلاقينا ملخص لك الحاجات دي كلها. قلت لك ان الجا بتساوي صفر لما الس بتساوي باي نون، لان هي بتساوي عند ال 180 وكل ما زود، يعني عند 360 اللي هي جا صفر، وبعد كده 180. يبقى انا بالنسبه لي ان المجال ح ما عدا المفروض يا باشمهندس باي نون، او في ناس بتحب تكتبها كده ح ما عدا
س حيث س، ودي أفضل على فكرة، بتساوي باي نون، والنون بتنتمي لص اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة. يعني دي الطريقة الشيك من الآخر، كتبتها كده يعني هتعدي معاك مفيش مشكلة. 24 الجتا موجودة في المقام، البسط كسير حدود مجاله ح، والجتا موجودة ح بس ليها أصفار في المقام. طب امتى الجتا س بتساوي صفر؟ هتقول لي عند جتا 90 وكل ما زود 180، يعني الس بتساوي باي على الاثنين زائد الباي نون، يبقى هي لما تساوي 90 وكل ما زود 180، ما هو باي نون دي اللي هي نص دورة، يبقى هي متصلة في ح ما عدا س حيث س بتساوي باي على الاثنين زائد الباي نون. بعد كده باشمهندس بقول له ان النون تنتمي الى الصاد، بس كده باشمهندس هو ده الاتصال بتاعي. الدوال المثلثيه الجزء ده مهم قوي يا باشمهندس. هنا يا باشمهندس بقى عندك مشكله، الجا في البسط ح والجا في البسط ح، في المقام بقى لازم اساوي المقام بالصفر، فده هتروح. فهنا ان الجتا س بتساوي 1، هي امتى الجتا يا باشمهندس بتساوي 1؟ هقول لك الجتا بتساوي 1 عند الصفر، صح؟ طيب مش الصفر وبعدين بيزيد دورة، ما هو عند الصفر وبعدين 360، يعني انا ما بحفظهاش، بحب احفظها كده او اعرفها كده. يبقى اذا السين بتساوي 2 باي نون، يعني ايه؟ كل دورتين لما احط النون بصفر يبقى صفر، بحط النون بواحد يبقى 360 وهكذا. يبقى المجال بتاعه او الاتصال بتاعه ح ما عدا س حيث س بتساوي 2 باي نون، حيث النون تنتمي الى الصاد. ارجع الله يكرمك لفيديو الشرح، هتلاقينا ملخص لك الحالات دي كلها اللي هي حل المعادلات المثلثيه، لان هو معتمد هنا عليها يا باشمهندس بصوره كبيره جدا جدا. 26 بيقول لك يا باشمهندس هنا برضو 1 زائد الجا س، فانا هساوي المقام بالصفر، فده هتروح. يبقى اذا الجا س بيساوي سالب 1. هتقول لي يا باشمهندس هي الجا بتساوي سالب 1 امتى؟ اقول لك عند ال 270 وكل ما زود دوره. يبقى انا السين بتساوي ال 270 اللي هي 3 باي على ال 2 زائد 2 باي نون، يعني كل ما زود ايه دوره، يبقى الاتصال ح ما عدا س حيث س بتساوي 2 باي سوري 3 باي على ال 2 زائد 2 باي نون، ويبقى هي دي المساله خلصت، والنون برضو بتنتمي الى الصاد. 27 يا باشمهندس هنا الجا في البسط فهي ح، والجتا ح، يبقى انت عندك مشكله واحده اصفار المقام، يبقى س تربيع ناقص 9 بتساوي صفر، ده هتروح. يعني السين تربيع بتساوي 9، جذر هنا جذر هنا، يبقى السين بتساوي موجب او سالب 3، يبقى المجال ح ما عدا الموجب وسالب 3، لان الداله المثلثيه ما نزلتش المقام، يبقى مفيش فيها ادنى مشكله بامر الله. 28 داله الظا، وداله الظا دي قلنا نخلي بالنا منها ليه؟ لان الظا يا باشمهندس متصله دايما في ح ما عدا. ركز معايا، باي على الاثنين هي عندي ال 90 بتديك ماس ايرور، يعني غير معرفه، وبرضه عند ال 270 يعني انا بزود ايه يا باشمهندس نص دوره، يبقى ح ما عدا باي على الاثنين زائد الباي نون، والنون برضه بتنتمي الى الصاد. 29 يا باشمهندس عندك داله ظا في المقام وعندك اصفار تحت، عادي جدا. داله الظا ح ما عدا باي على الاثنين زائد الباي نون، حلو جدا. طب المقام اقول له س تربيع ناقص 9 بيساوي صفر، ده هتروح. يعني السين تربيع بتساوي 9، يعني السين بتساوي موجب او سالب 3، يبقى الاتصال ح ما عدا. عندك الموجب والسالب 3، وعندك بقى باي على الاثنين زائد الباي نون، وبرده النون بتنتمي الى الصاد، يبقى هو ده الاتصال بتاعك. بكده يبقى خلصنا كل تمارين الاتصال على فتره، لانها مهمه جدا جدا. قلنا من الاشكال الثانيه لاتصال الداله على فتره ان هو يدي لي يا باشمهندس داله مجزاه المجال، فانا ببدا اجيب المجال المشترك زي ما عملنا في اول درس جبر ووضحناها كتير جدا، تمام؟ ابحث اتصال، يلا. دي داله كسريه حدود، فهي متصله في الفتره دي اللي هي س اقل من او يساوي الواحد، يعني من السالب ما لا نهايه لحد الواحد. ودي برضو داله كسريه الحدود، فمتصله من الواحد مفتوح، سوري دي واحد مغلق، الواحد مفتوح لحد الموجب ما لا نهايه. لما باجي اعمل لهم اتحاد يا باشمهندس خلي بالك، اذا الداله هنا بتبقى متصله، متصله فين يا باشمهندس؟ متصله في الاتحاد بتاع دول. ما الاتحاد دول انا هاخد الرقم الكبير مع الرقم الكبير، لان الواحد مره هنا مغلق ومره هنا مفتوح. في ناس بتحب تعملها بخط الاعداد، فهنا يا باشمهندس لو انا عملتها بخط الاعداد هبينها لك اهو. انت معاك من الواحد مغلق لحد السالب ما لا نهايه كده، وعندك تحت من الواحد مفتوح لحد الموجب ما لا نهايه. يبقى خط الاعداد كله يبقى الاتصال هنا في ح. ليه؟ لان نقطه مقفوله ونقطه مفتوحه، يبقى يديني الاتصال برضه في ح. طبعا هي لها طريقه سهله جدا، تمام تمام يا باشمهندس. وخلي بالك انت برضه لو جيت تتاكد من النهايه، لان ده الفترات، انت هنا المفروض تجيب لي داله الواحد يمين برضه، على فكره ده من اساسيات الحل. فداله الواحد يمين يبقى 1 تربيع ب1 زائد 1 يعني 2،
وهنا دالة الواحد يسار هيساوي 2 في 1 ب 2، اصل لازم ان النهاية موجودة عشان اقدر اقول الاتصال. اوعى تنسى الجزئية دي. زي هنا كده، خلينا نعمل اول خطوة موضوع النهاية. هجيب دالة التلاتة يمين، يعني لما السين اكبر من التلاتة هيبقى 5 في 3 ب 15 ناقص 4 اللي هي 11. هات لي دالة التلاتة يسار يا باشمهندس، هتلاقيها بكام بقى؟ هنا س تربيع اللي هي ب 9. انا ما اقدرش اقول ان في اتصال بس عند التلاتة، بس خلي بالك عند التلاتة، يعني الدالة دهي ليست متصلة عند التلاتة، ولكن دي دالة كسيرة حدود اتصالها ح، ودي دالة كسيرة الحدود اتصالها ح. يبقى انا ممكن اقول ان الدالة متصلة في ح مع على التلاتة. وصلت معاك؟ دي مهمة قوي. يبقى اما الاقي النهاية لا تساوي النهاية عند النقطة، يبقى استبعد النقطة من مجموعة الحل. ما دي دالة كسيرة حدود ودي دالة كسيرة حدود، دي س اكبر اقل من التلاتة، يعني من السالب ما لا نهاية لحد التلاتة، ودي اكبر من او يساوي التلاتة، يعني من التلاتة لحد الموجب ما لا نهاية. لما اجي اعمل الفترتين دول اتحاد تديني ح، بس لو انا كنت لقيت ان دالة التلاتة يمين بتساوي دالة التلاتة يسار كنت قلت ح بس. فطالما لا تساوي يبقى لازم انا استبعد مين؟ استبعد التلاتة، وهو ده شغل المسائل دي لانها مهمة جدا جدا. تلاتة بيقول لك ايه؟ دي دالة برضه مبحث اتصالها. عندك يا باشمهندس محورين التلاتة والاربعة، فانت هتقوم جايب لي دالة التلاتة يمين ودالة التلاتة يسار. يلا بينا. دالة التلاتة يمين يعني س أكبر من التلاتة، فخلي بالك إن هي موجودة هنا، س أكبر من التلاتة اللي هي باتنين، ودالة التلاتة يسار اللي هي س أقل من التلاتة اللي هي موجودة هنا، فيبقى تلاتة تربيع ب9 ناقص تلاتة في تلاتة ب9 زائد 2، فدي بصفر يعني ب2. إذا دالة التلاتة بتساوي اليمين بتساوي دالة التلاتة يسار، يعني النهاية موجودة، يعني التلاتة معايا. سيبها على جنب دلوقتي، هات لي دالة الأربعة يمين. الأربعة يمين يعني س أكبر من الأربعة اللي هي هنا، يبقى 6 ناقص 4 تربيع اللي هي 16، فتطلع بسالب 10. طب هات لي دالة الأربعة يسار اللي هي س أقل من الأربعة موجودة هنا اللي هي بكام؟ اللي هي ب2. يبقى دي مش موجودة نهاية، يبقى أنا هستبعد الأربعة. يبقى التلاتة معايا والأربعة مش معايا، بس خلي بالك لازم تجيب لي بقى هي الكلام ده شغال فين؟ ركز معايا. في ناس بتحب تعملها بخط الأعداد وفي ناس بتجيبها يدوي، فأنا هقول لك الاتنين. هنا س أقل من أو يساوي التلاتة، يعني من عندي التلاتة مقفول لحد ما لا نهاية. وبعدين عندك من التلاتة مفتوح، خلي بالك دي نقطة التلاتة، لحد الأربعة مقفول، دي تلاتة ودي أربعة. وبعدين عندك س أكبر من الأربعة، يعني من الأربعة مفتوح لحد الموجب ما لا نهاية. فأنت لو بصيت على الشكل ده، التلاتة مرة مقفولة مرة مفتوحة، ودي مرة مقفولة مرة مفتوحة، فتقول لي إن المجال هنا ح، بس خلي بالك في رقم ابن حلال إحنا ما لقيناش عنده النهاية، يبقى إذا دي متصلة في ح ما عدا الأربعة. يبقى ح ما عدا الأربعة، يبقى أنت بتجيب من خط الأعداد وتشوف الأرقام. طب افرض كانت دالة الأربعة يمين كانت بتساوي دالة الأربعة يسار، فقلت ح بس. طب افرض إن دالة التلاتة يمين ما كانتش بتساوي دالة التلاتة يسار، فكنت أقول ح ما عدا الأربعة وما عدا التلاتة. المجال هنا ح بس الاتصال لا، ح ما عدا الأربعة، لأن دالة الأربعة يمين لا تساوي دالة الأربعة يسار، ولازم تشتغل بالطريقة دي لو أنت عايز تفهم الجزء ده من المسائل. هنا نفس الفكرة، عندك س اقل من باي على 2 وس اكبر من باي على 2، فانت هنا مش مهندس وعندك صفر كمان، فانت المفروض ان انت تبحث عند داله الصفر يمين وشمال. فانت هنا دلوقتي اول حاجه ايه؟ انت معاك 1 زائد جا س. 1 زائد جا س لو انت جبت الفتره بتاعتها هتلاقيها محصوره ما بين الصفر مفتوح، لا مقفول بقى، والحد الباي على ال 2. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. ولو جبت الدالة التانية اللي هي 1 ناقص الجتا 2 س اللي هي س أكبر من الباي على 2، يعني من الباي على 2 مفتوح لحد الموجب ما لا نهاية. الحاجات دي لو أنت جيت عملت لها اتحاد، ركز معايا، فأنت أصغر رقم اللي هو الصفر وأكبر رقم اللي هو موجب ما لا نهاية، فما هي من الصفر لحد الموجب ما لا نهاية. تمام؟ ده كده اتحاد الفترتين دول اللي هو المجال. بس هل أقول ده الاتصال؟ لا، لازم يا باشمهندس ابدا اجيب دالة الصفر يمين ودالة الصفر شمال. طيب خلي بالك، دالة الصفر يمين او شمال هنا هتبقى قيمة النهاية، يعني نهاية لما س تقترب من الصفر 1 زائد الجا س، هعور عن الس بصفر هتبقى جا صفر بصفر، يعني بالنسبة لي بتساوي 1. حلو جدا. طب دالة الباي على الاتنين، هبدا اجيب دالة الباي على الاتنين يمين، لان دي يا باشمهندس ليها جزئين اهي، الباي على الاتنين مقسومة، فاتنين يمين يعني اكبر من باي على الاتنين، يبقى 1 ناقص جتا 2 في باي على الاتنين، دي هتروح مع دي، فيديك جتا 180 اللي هي بسالب 1، وهنا 1 كمان سالب 1 في سالب بموجب 1، وكمان 1 يبقى 2. طب هات لي دالة الباي على الاتنين يسار.
باي على الاتنين يسار اللي هي سين اقل من دي، يبقى واحد زائد الجا باي على الاتنين، جا باي على الاتنين اللي هي جا 90 بواحد زائد واحد اتنين، يبقى دالة باي على الاتنين يمين بتساوي دالة باي على الاتنين يسار، يبقى الباي على الاتنين معايا، ودالة الصفر معايا، يبقى انا هسيب برضو الاتصال من الصفر لحد الموجب ما لا نهاية. لو كان الصفر مش معايا كنت قلت ما عدا الصفر او فتحت فترة الصفر، لو كانت الاتنين مش معايا كنت قلت ما عدا مين؟ ما عدا الاتنين. خلاص؟ دي رقم كام كده يا باشمهندس؟ دي كده رقم 4. تعال نشوف رقم 5، نفس اللعبة بس عندك ايه بقى؟ عندك سالب باي على 4، 3 باي على 4، 3 باي على 4 و2 باي. أول خطوة لازم تعملها هات لي الاتحاد. أول واحدة دي يا باشمهندس عندك من المفروض من سالب باي على ال 4 لحد 3 باي على ال 4 مفتوح، وتاني واحدة من 3 باي على ال 4 مقفول لحد ال 2 باي مقفول. هنا ده أصغر رقم وده كده أكبر رقم، صح يا باشمهندس؟ كلام جميل جدا. طيب دلوقتي أنا المفروض إن أصغر رقم بالنسبة لي هو سالب باي على الأربعة مقفول، وأكبر رقم اللي هو الاتنين باي، صح؟ أنا باخد أصغر رقم وأكبر رقم، وطالما دي واحدة مفتوحة وواحدة مقفولة يبقى هي معايا، يعني موجودة ضمن الفترة، بس ما سيبهاش كده، أنا لازم أفحص بقى يا باشمهندس، هفحص مين؟ أنا هبدأ أجيب دالة الباي على الأربعة، وأجيب دالة التلاتة باي على الأربعة، والمفروض دالة كمان الاتنين باي، يبقى أنا عندي كذا شغل يا باشمهندس، كلام جميل؟ كلام جميل جدا. هات لي بقى يا باشمهندس كده أول حاجة هتجيبها لي هي دالة سالب باي على الأربعة يمين. حلو؟ حلو. اللي هي نهاية لما سين تقترب من سالب باي على الأربعة اللي هي هتبقى جا سالب باي على الأربعة، اللي هي بتساوي جا سالب 45، والجا بتطرد السالب بره يعني سالب جا 45 يعني سالب 1 على الجذر 2، يبقى دي كده دالة سالب باي على الأربعة. وطالما يا باشمهندس هي عندها اللي يساوي يبقى هي برضه بتساوي دالة السالب باي على الأربعة. يبقى أنا هنا عندي يا باشمهندس متصلة من اليمين عند سالب باي على الأربعة، بتكتب كده متصلة عند اليمين عند سالب باي على الأربعة، وعلى فكرة كان ممكن نقولها برضه عند الصفر هنا إن هي متصلة من على اليسار، بس مفيش مشكلة أنت فاهم. حلو؟ هات لي بقى دالة 3 باي على الأربعة يمين ودالة 3 باي على الأربعة يسار، إشمعنى دي؟ لأن هي مقسومة 2. باي على الأربعة يمين، 3 باي على الأربعة اليمين يعني س أكبر من 3 باي على الأربعة اللي هي جتا 3 باي على الأربعة اللي هي كام؟ التلات أرباع باي اللي هي 135، تمام؟ وجتا 135 بسالب 1 على جذر 2. طب دالة 3 باي على الأربعة اللي هي هنا شمال اللي هي جا س يعني جا 135 اللي هي تطلع معاك بواحد على جذر 2. يبقى إذا دالة 3 باي على الأربعة دول ليسوا متساويين، يبقى أنا أول حاجة هستبعدها من الاتصال اللي هي الفترة دي 3 باي على الأربعة، يبقى أنا أدي أول حاجة هستبعدها. طيب بعد كده فاضل لي مين؟ الـ 2 باي، فهبدأ أجيب يا باشمهندس دالة الـ 2 باي. دالة الـ 2 باي هعوض هنا اللي هي هتبقى جتا 2 باي يعني 2 في 180 ب 360 اللي هي بتكافئ جتا 0 اللي هي بكام؟ اللي هي بواحد. وخلي بالك برضو ان دالة 2 باي يسار، ليه 2 باي يسار؟ لان دي بالنسبه لي سين اقل من ال 2 باي برضو بتساوي 1، ما هي موجوده برضو في نفس الفتره دي، يعني هي متصله على اليسار. يبقى هي متصله على اليمين ومتصله على اليسار، بس في رقم في النص ما طلعش النهايه بتساوي النهايه، يبقى اذا الاتصال خلال الفتره دي من سالب باي على 4 لحد 2 باي فرق المجموعه 3 ارباع يا باشمهندس، او اللي هي الحته اللي هي 3 باي على ال 4. خلاص؟ هل في مشاكل؟ هو ده كده الاتصال بتاعنا في السؤال ده. خلي بالك الاسئله دي بتحتاج منك تركيز عالي جدا، برضو دي طول ما انت فهمتش اللي فات كمل في دي برضو، لان دي برضو معتمده على نفس الفكره. عندك سالب باي على الاربعه وعندك صفر وعندك باي على الاربعه. بالنظره كده اصغر واحده هي سالب باي على الاربعه. واكبر رقم يا باشمهندس هو باي على الاربعه. والمفروض الاثنين مالهم مفتوحين، بس المفروض ما اخلص الا ما اتاكد، لازم اتاكد من السؤال من الشغل بتاعي. طيب بص يا باشمهندس، انت هتبحث عند السالب باي على الاربعه، صح؟ هتجيب لها داله. وعندك الصفر ليمين وشمال، تمام كده؟ تمام. فانت هنا ممكن طالما في تماثل، طالما في تماثل تبدا تجيب عند الصفر. فانا هجيب مثلا داله الصفر يمين هتساوي ايه؟ والله داله الصفر يمين يعني س اكبر من الصفر اللي هي 2 جتا 2 س. فيبقى جتا صفر اللي هو بواحد في 2 ب 2، يبقى داله الصفر يمين بكام؟ ب 2. هات لي بقى داله الصفر يسار، هو ده الشغل بتاعك. س ظا س، اقسم ده على س واقسم ده على س. جا 3 س اقسمها على س وقول الكلي تربيع، يبقى كأن قسمت على س تربيع، نهايات ده ولا مثلثيه؟
وهنا 5 سين تربيع على سين تربيع. ده الطير فيبقى هنا 1، وهنا 3 تربيع ب9، وهنا ده الطير يبقى 5، 1 زائد 9 10 على 5 فعل 2. ده دالة الصفر يمين بتساوي دالة الصفر شمال. وخلي بالك هي مش متصلة ولا على اليمين وعلى اليسار، فعشان كده ما جربتش دالة باي على 4 وباي على 4 لأن مفيش اتصال على اليمين وعلى اليسار. يبقى إذا هي متصلة في الفترة المفتوحة دي. طب ما استبعدتش الصفر ليه؟ لأن الصفر النهاية اليمنى بتاعته زي النهاية اليسرى. 7 باشمهندس بيقول لك ايه برضه بحصل الاتصال في الشغل ده. ده اسهل نسبيا من اللي فوق. بص دي داله ايه؟ دي داله كسيره الحدود. س لا تساوي الصفر، فده معناه ان مجالها ح ما عدا الصفر، واللي تحت دي مجالها الصفر، يعني كان بتقول الاتصال بح. بس الاتصال بح يا باشمهندس لو النهايه ده اهي بتساوي القيمه اللي تحت، يعني لو جبت قيمه النهايه طلعت ب 108 هقول له ح، لو ما طلعتش ب 108 هقول له ح ما عدا الصفر. يبقى دي هيعمل نهايه لما س تقترب من الصفر س زائد 3 الكل اس 4، وال81 3 اس 4 على س. طبعا دي نتيجه النظريه، فالاس اللي هو 4 فما تقول اليه اللي هو 3، واقلل من الاس 1 يبقى 3. يبقى دي 4 في 27، 4 في 7 28، معايا الاثنين اللي بنبقى 8 10، يبقى 108. يبقى فعلا قيمه النهايه بتساوي القيمه عند الصفر. يبقى اذا الداله دي متصله فين؟ في ح. تمام. 8 يا باشمهندس برضو ركز معايا كده لان فيها شغل. هنا انت عندك مقياس السين، طبعا اصفار المقياس ده س بيساوي صفر. طالما س اقل من او يساوي صفر فانت هتاخد سالب المقياس، يعني هتبقى 5 ناقص س في سالب س. وهنا س اكبر من صفر فتاخد موجب المقياس، يبقى س على س زائد مين؟ زائد الاربعة. هتيجي تظبطها سالب في سالب بموجب، يعني دي 5 زائد الس تربيع لما الس اقل من او يساوي الصفر، ويبقى هنا 5 لما الس اقل من الصفر. دي كده اليمنى ودي كده اليسرى. طبعا دي داله كسيره الحدود، فالمفروض مجالها من الصفر من السالب ما لا نهايه لحد الصفر مقفول، يعني دي من السالب ما لا نهايه لحد الصفر مقفول، ودي من الصفر مفتوح لحد الموجب ما لا نهايه. لو عملت اتحاد اصغر رقم سالب ما لا نهايه واكبر رقم موجب ما لا نهايه، يعني ان هي المفروض متصله على ح. بس لازم اتاكد من داله الصفر يمين وداله الصفر شمال ان هم متساويين. داله الصفر يمين يعني س اكبر من الصفر اللي هي بخمسه، داله ثابته، وداله الصفر شمال احط دي بصفر فتطلع بخمسه. طالما داله الصفر يمين بتساوي داله الصفر شمال يعني هي متصله عند الصفر، اذا هي متصله في ح. لو ما كانوش متساويين كنت قلت ح ما عدا ايه؟ ح ما عدا الصفر. يبقى احنا كده خلصنا الاسئله دي يا باشمهندس. خلاص تعالى بقى نبتدي في ثلاث امثله لفاف، يعني ايه فكرتهم جميله كده. بيقول لك اذا كانت د حيث د س بتساوي الداله دي متصله من سالب باي على باي. انت عارف يعني متصله من سالب باي على باي؟ يعني متصلين عند اي نقطه موجوده سواء السالب باي او الباي او الارقام اللي ما بينهم. فمعنى كده ان الدوال دي يا باشمهندس متصله عند الصفر، ما هو الصفر موجود خلال الفتره دي، فاقدر اقول ان داله الصفر يمين بتساوي داله الصفر يسار بتساوي داله الصفر. فداله الصفر يمين يعني س اكبر من الصفر اللي هي هنا اللي هي س زائد الكاف، هتساوي دالة الصفر يسار اللي هي شكل الدالة دي اللي هي هتبقى نهاية لما س تقترب من الصفر س زائد جا 2 س على جا نص س، هقسم هنا على س وهنا على س وهنا على س. طبعا هنا أحط الس بصفر فتديك الكاف. طب دي هتبقى س على س بواحد، وهنا 2 على 1 ب2، وهنا نص على 1 بكام؟ بنص. 1 زائد 2 يبقى ليه 3 على نص، مقام المقام بسط يبقى 3 في 2 اللي هي ب6، يبقى قيمه الكاف بتساوي 6. بس كده هي عايز يعرفك ان هو طالما متصله في فتره يبقى هي متصله عند اي نقطه موجوده جوه الفتره دي. وطبعا النقطه انا بجيبها من هنا، ما انا مش بجيب اي حاجه، مش بجيب داله الواحد ولا داله الاثنين، لا انا بعوض هنا يا باشمهندس عند الصفر. تمام، لان ده اللي حصل عنده تغير في شكل المنحنى. 7 بيقول لك اذا كانت الداله برضو متصله على ح. قلت لك يا باشمهندس لما اقول لك متصل على ح يبقى هي متصله عند اي نقطه. فهي ايه النقط اللي انت هتشتغل بيها بالعقل كده؟ انت عندك سالب واحد وعندك التلاته، فهتجيب لي داله السالب واحد يمين وتقول لي ان هي بتساوي داله السالب واحد يسار. داله السالب واحد يمين يعني س اكبر من السالب واحد هنا كده، يبقى ا في سالب واحد بسالب ا زائد الباء هيساوي داله السالب واحد يسار، يعني س اقل من السالب واحد، يعني 4 في سالب واحد بسالب 4. هضرب المعادلة دي كلها في سالب، يبقى دي أ ناقص الباء بتساوي 4، يبقى هي دي كده الشكل بتاعي. هبدأ أجيب برضو دالة التلاتة يمين ودالة التلاتة يسار. دالة التلاتة يمين بتساوي دالة التلاتة يسار، حلو. فالتلاتة يمين يعني س أكبر من التلاتة، يعني سالب 2 في 3 بسالب 6. دالة التلاتة يسار يعني س أقل من التلاتة هنا، يبقى أ في 3 يعني 3 أ زائد الباء، ودي التانية. حلو،
حط لي دي هنا كده، يبقى 3 ألف زائد الباء بيساوي سالب 6. اجمع المعادلتين ألف و3 ألف يعني 4 ألف، دي هتطير. 4 وسالب 6 سالب 2، اقسم على الأربعة يبقى الألف بيساوي سالب 2 على 4 يعني سالب نص. يبقى إذا الألف بكام؟ بسالب نص. طب ما أنت معاك علاقة أهو، إن ألف ناقص الباء أو سالب ألف أهو، تعوض هنا سالب ألف يعني سالب في سالب نص بموجب نص، زائد الباء بيساوي سالب 4 اللي هي سالب 8 على 2. ودي دي الناحية التانية، يبقى إذا الباء بتساوي سالب 8 على 2 ناقص 1 على 2 يعني سالب 9 على 2. يبقى إذا الباء بسالب 9 على 2 والألف بسالب نص، كلامك مظبوط يا باشمهندس، ويبقى إحنا كده خلصناه. 8 يقول لي إذا كانت برضو دي متصلة على ح، فقلنا هي بتبقى متصلة يا باشمهندس عند أي نقطة موجودة في خط الإعداد بتاعي، ولكن أنا ملاحظ إن هو جايب عند التسعة، تعتقد إن حلين واحدة شبه دي فاختر. بس يا باشمهندس طالما ده معناه، أنت عارف معناه إيه؟ ما هي اللي فوق س لا تساوي 9 يعني نهاية، يعني نهاية لما س تقترب من التسعة، جذر س ناقص الألف ناقص الواحد على جذر س ناقص التلاتة، المفروض إن ده بيساوي رقم. ولما النهاية بتساوي رقم فده معناه إن هي في الأصل طلعت صفر على صفر، يعني كمية غير معينة، فده معناه يا باشمهندس إن البسط اللي هو جذر، هشيل السين وأحط 9 يبقى 9 ناقص الألف ناقص الواحد لازم يساوي صفر. هودي دي كده الناحية التانية، يبقى جذر 9 ناقص الألف بيساوي واحد، بتربيع الطرفين 9 ناقص الألف بيساوي واحد، 9 ناقص كام تديك واحد، فأكيد بالعقل يبقى 8، يبقى إذا الألف بكام؟ ب8. يبقى أنت كده حليت مشكلة إن أنت عرفت قيمة الألف، يعني المسألة بتاعتها هتبقى نهاية لما س تقترب من التسعة جذر. الس اللي هي بالنسبة لي 9 عادي، ناقص الألف اللي هو، لأ سيبها س، ناقص الألف اللي هو بالنسبة لي 8 ناقص الواحد على جذر س ناقص التلاتة، يعني المفروض المسألة تبقى بالشكل ده كده يا باشمهندس. كلام جميل، كلام جميل. المفروض دي كده عشان اظبطها فانا هضرب في المرافق. حلو، طبعا جذر في جذر اديك اللي تحت الجذر اللي هو س ناقص التمانية، وسالب واحد في موجب واحد بسالب واحد. طب دول بقى يا باشمهندس سيبها زي ما هي كده، يعني دي جذر س ناقص التلاتة مضروبة في جذر س ناقص التمانية زائد مين؟ زائد الواحد، يعني ده هتساوي س ناقص التسعة. طيب خلي بالك س ناقص 9 دي انت ممكن تحللها جذر س ناقص 3 في جذر س زائد 3. ازاي؟ ما هو جذر س في جذر س بس، سالب 3 في موجب 3 بسالب 9. الكلام ده على، طبعا هي المفروض كان نفس المقام هنا، بس انا هكتبه هنا بقى، جذر س ناقص 3 في جذر س ناقص 8 زائد 1. دي هتطير مع دي. هبدا اعوض عن الس بكام؟ الس ب 9. يبقى جذر 9 3 زائد 3 6. وهنا 9 ناقص 8 1 يبقى 2، 6 على 2 فيها الكام؟ فيها 3. خلاص؟ طيب انا كده وصلت يا باشمهندس، معلش هكتبها لك هنا بقى، ال 3. هتساوي بقى دالة ال 3 يسار، اللي هو دالة ال 3 ذات نفسها، اللي هتعوض هنا على السين ب 3 يعني 3 ناقص الباء. طيب ماشي، ودي دي كده الناحية التانية. صح؟ بسم الله. المفروض 9 ناقص الباء، 9. سالب بقى هتروح يبقى موجب باء، و9 ناقص 3 6 يبقى الباء ب 6. يبقى اذا الالف ب 8 والباء ب 6، وفعلا ده كلامنا مظبوط. بكده يا باشمهندس يبقى احنا الحمد لله خلصنا تمارين اختار بالكامل، وكده يبقى خلصنا فرع الرياضه البحته على خير بامر الله. كده يبقى الفرع الرياضه البحته عدان العيب، شرحت لك المنهج بالكامل، حليت لك الاختر المقالي بالكامل، هبتدي لك ان شاء الله في حل النماذج، ان شاء الله هينزل لك، يعني هحاول بسرعه كده ينزل لك حل نماذج كتاب المدرسه اللي موجوده، شغلي اللي جاي كله في كراسه المعاصر يا باشمهندس اللي فيها النماذج والامتحانات. احنا معانا عشان تبقى عارفين 20 امتحان بحته، سواء 10 نماذج و10 محافظات، و20 امتحان تطبيقيه 10 نماذج و10 محافظات، يعني بتتكلم في 40. انا هحاول ان ينزل لك كل يوم اثنين. كل يوم اثنين يعني تخلص في كام يا باشمهندس؟ في 4 ايام، لان دول 40، ايه سوري، ايه كل يوم اثنين ودول 40، يعني يخلص في 20 يوم بامر الله. في 20 يوم ان شاء الله يكونوا قبل الامتحانات كافيين ان احنا نحل كل النماذج دي بامر الله. هبقى انزل لك خطه بتاعت النماذج دي عشان ما نطولش في الفيديو. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى اكون قدرت افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير في الفيديو الجاي، كان معك مهندس حسام من قناه حسام من الرياضيات، وشكرا جدا.